من جديد بنرجع نحن بكم مشاهدينا لمنطقة ساحة الشهداء، المكان الموجود فيه نهاية بيروت ماراثون، هالحدث الرياضي الرائع اللي عم بيكون اليوم بالفعل. يعني كنا شفنا كل الواصلين الليدرز إذا فينا نقول، لأنه بعد في كثير واصلين الماراثون، في ناس بيشاركوا فيه بس للمشاركة. لكن بداية بدي رحب برئيس اتحاد ألعاب القوى أستاذ رولان سعادة، بدي هنيك بشغلتين، بأي وحدة بدك بلش؟ بالولاية الجديدة لاتحادكم ولا بهنهار الرياضي المميز جدا؟ لا أكيد بدنا بلش بهنهار المميز، لأنه أنت بتعرف أنه بالانتخابات ويردي تربح ويردي تخسر، بس هون ممنوع الخسارة. فكرمل هيك نحن منفضل نحكي عن هيدا النهار يلي كل مرة منكون موجودين معك على بلاتو القلبي، نحكي عن هيدا النهار الجميل يلي مش نحن بس كاتحاد لبناني، كل لبنان بتلاقيه اليوم جاي يحكي عن هيدا النهار اكثر من نهار رياضي. يعني نحن بكل مطرح نطلع فيه بالمؤتمرات الصحفيه ولا منكون بالخارج بنحكي عن هيدا النهار الجميل، لانه دائما بنحكي عن ماتش فوتبول، انه كان في مشاهدين هلا شك 47,000 مشاهد، يعني اذا مانشستر يونايتد ما بعرف 47,000 مشاهد، من كيف اذا كان 47,000 مشارك، 47,000 شخص موجود، 47,000 من الكبار من الصغار من كل الاعمار بالحضره بتشوف حضرتك على التلفزيون. فنحن اليوم بصفتنا كاشخاص، بصفتنا كرياضيه، بصفتنا كاتحادات، ما فينا الا ما نحط ايدنا بايد اللي عم بينظم هيدا الحدث يلي هي جمعيه ماراثون بيروت، وعلى راسها اكيد مدام ماي خليل يلي لحالها ما فيها تعمل هيدا الاشياء. شخص ما بيقدر يعمل هيدا الاشياء، نعم بيكون شخص ذكي بيقدر يكون معه اشخاص يقدروا يعملوا هيك نهار. هيدا نهار، هيدا عيد، هيدا اليوم عيد. زياده على ذلك لحتى نزيد العيد، هو اليوم وجود شخصية يمكن حضرتك بالتلفزيون هلا رح تذكرها، بس الأشخاص اللي ما بيقدروا يعرفوا بعتقد أكيد بوجه تحية لضيفنا روجي يلي هو صديق ورئيس نادي محترم وعنده عدائين كتير، هو رئيس اتحاد دولي ويلي نلفت نظر، نعم إنه ما إجا لحاله، إجا هو ومدامته. يعني لأول مرة أنا بتلاقي أنا وياه بكتير بلاد، لأول مرة بتكون موجودة مدامته معه، يعني اكيد يا اما جو عائلي، يعني هيدي الفكره اللي انا عم بوصلها. نعم هو جو عائلي، كان كثير مبسوط، كان كثير فرحان، يعني عطى طعمه اضافيه لهيدا الحدث. غياس رولان بدي اسالك، يعني كمان شفنا عدائين لبنانيين اليوم عندهم تارجت، كان منهم شيرين جيم يلي كان عندها تارجت تكسر رقمها برقمها يلي عملته بهيوستن، طبعا ما قدرت عملت هالشيء بس كان عندها هذا التارجت واشتغلت انه تحققه. انتو كاتحاد العاب قوى كيف وكبتوا كل هالامور؟ كيف وكبتوا العدائين اللبنانيين؟ ومين عنا حدا بيقدر يخلف هالاسماء الكبيره يلي عم تشارك اليوم؟ اول شيء نحن كنا مطوشين بالانتخابات، ما كنا كثير، لا اكيد عم نمزح. ليك اول شيء شيرين حضرتك بتعرف كانت عم تركض بريو، كانت عم تمثل لبنان، كمان ما توفقت هنيك لانه كان التأس كثير صعب، يعني كنا بنعرف كثير منيح كل الابطال فرقوا مش هي لحالها. اليوم وجودها بلبنان بعتقد السنه الماضيه كان عندها ساعتين 49، اليوم عملت تقريبا ساعتين 54، مع انه كان معها شخص عم بيساعدها على 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 أرنب. على يعني بسموه ارنب على طول الطريق. ما في شك اليوم انه شيرين هي افضل شخص بخوله انه يكسر رقم، بس بدنا نقدر نفهم شغله صغيره، انه اذا كل شهرين او كل ثلاث اشهر ركضنا ماراثون بحسب رايي ما بنقدر نكسر ارقام، يعني اكيد اليوم على روجيه انه ماكسيموم بالسنه يا اثنين يا ثلاثه ماكسيموم. خيي فيك تركض اربع ماراثون بس ما فيك توصل لارقام التوب، يعني دائما بتكون متفاوت، يعني بتركضهم لتركض، فيك تريننج تركض كل شهر ماراثون. في اشخاص مثلا عندنا كاتيا بكره رايحه تركض مثلا 250 كيلو، رح تركض كل يوم ماراثون اللي هي صارت عضو اتحاد العاب القوى. منهنيها ومن الا وبدي اقول لك انه هي بالمركز الخامس باللبنانيات حاليا اليوم، بالمركز الخامس اليوم رح تخلص، وعلى بكره الصبح رح بتسافر للخارج. بدي بس حابب ضيف شغله غياس عم تلفتني باخر فتره، يلي اول شيء بنتمنى توفيق لفخامه الرئيس وبنقول له الف مبروك،
أكيد. وبس عندي كلام وصلوا لدولة الرئيس سعد الحريري يلي كان موجود اليوم على القطر. نعم، ونحن كنا عنده مبارح ومشكور على استضافته ومحبتنا الشخصية. بقرأ كتير بالأخبار في لهفة على وزارة مالية أو في لهفة على وزارة خارجية أو في لهفة لحد اليوم، لحد اليوم مع احترامي يعني لدولته، انه معقولة وزارة الشباب الرياضة يلي نحن بالنسبة لنا هي الاساس، هي حياتنا، هي الفوتبول. اثنين، نطلب منهم ما عندنا بنتعاطف مع اسامي حضرتك بدنا نفوت، بس مع كل وزير عبد الفع عمل المكتب يعمل سعادة الوزير، بس نحن اليوم في اسامي كتير بتنطرح. ما بقى نروح على انه وزارة الشباب والرياضة بمحل معين، بعتذر انا ماني سياسي بس عم وصل فكرة رياضية، بس انا خيم بالسياسة الحقيقة يعني ايه اكيد تربح بالانتخابات يعني انت شاطر بالسياسة. فكل يوم بقرأ لانه انا في اشخاص بتهمني، وراح اذكر اثنين انا كتير بيسي، شخص مثل سعادة. نحن مش طموحنا وزر، نحن عم نعملها بطريقة أكيد شخص أكيد. مثل حدا بيتعاطى رياضة، بس اليوم في أسامي لما بدك تحكي يكون شخص موجه له ألف مبروك، ودولة الرئيس أنه ينظر بهيدا الموضوع، ونقرأ بالجرائد أنه في تهافت على هيدا الوزارة، مش بالآخر تصير الله لا يقدر أنه وين بتكون إذا بدك وين بقي حقيبة بتنعطى. ما بدي فوت بتفاصيلها إن شاء الله، يعني أنا ما بدنا نستبق الأمور إن شاء الله. على كل حال يلي استلم هالحقيبة يكون بيعرف رياضه وبيستاهل هالحقيبة، لأنه هي حقيبة كتير مهمة، وهي اسمها يعني وزارة الشباب والرياضة. لما نحكي عن شباب يعني عم نحكي عن مستقبل لبنان، يعني هذا عم تحكي عن شباب وعم تحكي عن رياضه، مش بس الرياضه، مش يعني بس مستقبل لبنان. نحن بالعاب القوى هي من الالعاب يلي فيها فئات عمريه، ابن السبعين بيطلع له كيس وبيطلع اول، وابن الستين وابن الخمسين وابن الاربعين. كرمال هيك نحن سوري يعني بتلاقي لعيب فوتبول مثلا امبارح اجوا لعبوا لعيبه فوتبول عالميه عندنا بلبنان، سوري بتلاقيه بس لعيب الفوتبول يخلص شوي بينصح. لاحظ العدائين بتلاقي عمره 70 سنه بتلاقيه عم بيشبشب عم بتطلع يعني ما احنا عم نقول لانه نحن كل يوم عندنا الشغف، نحن في عندنا اذا كل يوم ما قمنا عملنا تريننج الصبح ما عملنا الجروب، اما بتلاقي بعدين بيصير مدرب بيصير شوي يجرب يلعب بالطابه. فنحن بندعي الكل لحتى يجوا يشوفوا شو العاب القوى، نحن بندعي الكل مش بس بالماراثون يكونوا موجودين، نحن اكثر من سباق، نحن لحد اليوم بالسنين الماضيه صرنا عم نشوف كل احد وكل سبت اكثر من حدث يعني باكثر من سباق، ان كان بحمدون وان كان من جوني وان كان بزحله. فندعي الجميع لحتى يكونوا مشاركين بهيدي اللعبه. هذا بدي اسالك اياه، يعني انه بالالعاب القوى عم نشوف الركض، ثقافه الركض كثير فرقت مقارنه بالسنوات السابقه، الامر عم يزيد بشكل كثير كبير، كل جمعه بنسمع انه في سباق بمحل عم ينعمل، هيدا الشيء انتم بحملكم مسؤوليه اكبر كاتحاد العاب قوى؟ غياس مش بس بتحملنا مسؤوليه اكبر، بصفتي رئيس وللجنه الاداريه لو ما نحن عم نعطي الضوء الاخضر بهيدي المواضيع، ولو ما نحن بكل سباق عنا تواجد، ولو ما بكل سباق عم نفتح مجال لكل العالم اللي تيجي تشارك، ودائما بس يطلبوا من الاتحاد اللبناني يكون موجود، نحن عم نتواجد بأي سباق موجود. وطبعا اليوم صارت سقافه العاب القوى ابعد بكثير من غير سقافات، كنا من زمانات ننعزم على ماتش فوتبول، صرت بتلاقي اليوم الشباب بيطلعوا على قلب منطقه معينه، نحن اليوم معزومين في عنا على بكره سبق، وانت بتعرف السبق هو للبي والخي والاخت والمدام، وحضرتك بتعرف الاولاد، فكل سبق بينعمل هو بدك تحضر له قبل بشهر. فانا النظره تبعنا بالاتحاد الماضي والاتحاد اليوم انه كل ما انت بتكون واقف حد اي سبق بده ينعمل. سوري بفتكر نسرين جاي، بفتكر نسرين واصلة الثانية، بدنا ناخذ بس المخرج يفرجينا الاريفي، لانه نسرين هذه اختها، سوري اختها لشيرين جيم، نسرين واصلة نمبر 2، مش من زمان كانت ركضة دومي ماراثون، ايه لكن ركضة ماراثون سوري وعملت يا حي هي نسرين، بس خلي فوتوها هونيك، خلي فوتوها هونيك. نسرين نجام اذا عم تقترب من خط النهاية الرقم 29 طبعا،
برافو نسرين. نسرين جيم عم تمرق حاليا لتروح على الفينش لاين الثانيه لبنانيا اليوم عند السيدات، ومن بعدها رح يكون في تيانا عبد المسيح. قد صاروا على 40 كيلو الاوقات؟ ما بيعطوا على 40، بيعطوا اخر شيء على 36.7. بس خلص في لفته حلوه انه شيرين حملت بنتها. حملت بنتها، حلو كثير. حملت بنتها على الوصول. انا بنتها لنسرين. ايه نسرين نسرين سوري ام سوري يعني لفتة حلوة كتير. وهون عم نشوف شيرين ناطرة أختها، يعني صورة رائعة، صورة السبق اليوم هيدي الصورة. مزبوط. صورة السبق حلوة كتير. شيرين الرياضة قد بتجمع. أنا إذا بدي أركض ماراثون حتكون سارة ناطرتني كمان. يعني بتصور ما في أحلى من إنه يعني الأم أو البي يفرجوا الإكزامبل الحلو لأولادهم. هيدا الإكزامبل مش بس لو هذا اكزامبل لنا، هذا اكزامبل للجميع. يعني اذا الياس قادر ياخذ مقابله من نسرين، ومن بعدها كمان ننطر تيانا عبد المسيح كمان هالشاب الصغير يلي عملت عم تعمل الماراثون، وبتصور رح تخلص بالمركز الثالث اذا ماني غلطان لهلا. اذا very good. عطوه بنذكر انه شيرين لعبت العاب اولمبيه شتويه والعاب اولمبيه صيفيه، واثنيناتهم الاختين هن ابطال تزلج لبنانيين. اذا هلا رح ننطر بعد تيانا عبد المسيح. عملت وقتها 3:12.08 نسرين روجي، شو رايك بتوقيتها؟ هلا هو وقتها احسن وقت عندها 3:05 صح، بس اليوم جاي راكده ماراثون من شهر نسرين، جاي اكثر تجاري. اليوم المسار مسار صعب، اليوم المسار مسار صعب، يعني كمان منه مسار هين، مسار كثير صعب مش صعب. لازم نلفت نظر بهذا الموضوع لينشغل، يعني ما عليه لو نحن كاتحاد ولا كجمعيه، خلينا نلفت لحتى العالم تتحمس تجي، لازم يكون المسار اهون من هيك. يعني كمان هذيك السنه كان كثير سريع، ما بعرف ليه السنه غيروه، كان مسار حلو طلوع يمكن بالاول. على كل حال يعني ما بعرف شو بدي اقول لكم. نعم اكيد. يعني بدنا ننطر بعد تيانا عبد المسيح، لانه خامه مثل تيانا عمرها 23 سنه كرئيس اتحاد العاب كوارع عامله بوسطن. الياس جاهز؟ تفضل الياس. نسرين جيم يعني اختها لشيرين جيم، اليوم شفنا انه توقيتك شوي بعيد عن التوقيت اللي عملتيه من 3 جماعة بامستردام، شو السبب؟ مزبوط، اليوم جيت لانه كان كثير عبالي اركض مع اختي، وبعدين بيروت ماراثون من اخر مره كنت هون 2011، وسمعت من اختي لانه اخر 3 سنين هي اجت لهون، قالت لي انه كثير تقدم وصار احسن، ف تحمست وجبت عائلتي. بشكر بيروت ماراثون لانه جاب لي عائلتي كمان نشترك انه اكون هون ويتفرج علي، و I am so proud انه اكون على البوديوم من بعد اختي. So اختين على البوديوم عن جد، يعني it's very nice. شيرين يعني الركض بالعائلة شو السبب؟ سألها لاختي لانه هي اللي بلشت وكلنا لحقناها. So very thankful. كنا اثنينتنا نعيش على الثلج، بعدين اثنينتنا عشنا محل ببلد ما في جبال، هي بشيكاغو وانا بامستردام، سو تنعود عن السكي اضطرينا نلاقي هوبي ثانيه، وبلشت بالركض، تحمست اختي، اثنينتنا عم نركض هلا. يعطيكم العافيه وجود لك لما تجي كمان. اكيد يعني سمعنا نسرين وشيرين العائلة الوحدة. كنا عم نحكي عن تيانا عبد المسيح. نعم. آخر سؤال بسألك كرئيس اتحاد العاب كوارع، عمرها 23 سنة. أكيد يعني عندها بوتنشل كتير كبير ومستقبل كتير كبير. أنتو كاتحاد العاب كوارع كيف ممكن تساعدوا هيك خامات؟ أول شيء غياس، نحن واجبتنا نساعد كل العدائين اللي موجودين بلبنان. أكيد ديانا هي من الأشخاص اللي لازم ينشغل عليها، لأنه عمر 23 عمر كتير إيجابي ومنطقي، مع أنه بعده شوي صغير إذا ماني غلطان للماراثونات، بعتقد لقدام، بس هو عمر كتير منطقي. لكن الاتحاد اللبناني بحسب رأيي، أول شيء اسمح لي بهيدا الكلام، هن اللجنة الإدارية الجديدة. أكيد، ونحن كمان يلي يعطيهم ألف عافية، وأكيد منقول هارد لاك للأشخاص يلي كنا منتمنى يكونوا موجودين معنا، شاءت الظروف منهم معنا، نحن بدنا نقول لهم يعطيكم ألف عافية وألف مبروك. أكيد نحن رح نعمل بروجرام إن شاء الله، بتمنى أنه نقدر نفاجئ العالم بالسياسة اللي نحن رح نشتغلها عن جديد، لأنه دايما كل مرة في أفكار جديدة بقلب الاتحاد. وواجباتنا مش بس ننتبه للعدائين الماراثون، برجع بعيدها، نحن عنا واجبات
كثير كثير. هي ام الالعاب هي يعني هي, هي ام الالعاب. مش دائما بدنا نطلع على بلاتو ونحكي عن السبونسر ونحكي كل البلاد، حتى البلاد المتطوره جدا عندها مشكله، مش بس هي القصه معلقه بلبنان او معلقه ببلد غير عن بلد، ولكن الاهون علينا انه نحن نقدر نشتغل على الماراثون، لانه لعيب الماراثون بيقدر اذا كان تالنت وبينشغل عليه بيقدر يطلع على معسكرات خارجيه، بيقدر يضل اكتف على طول. اكيد هي من العدائين الابطال مثل غير اشخاص، وعم نرجع نشوف وجوه جديده. بس بدي الفت نظر شغله صغيره غياث، انه لازم نحن كاتحاد لبناني كجمعيه ماراثون بيروت بالمستقبل، كنت عم بحكي انا وروشي انه المسار يكون شوي اهون بالمستقبل. اليوم المسار عندنا في شويه صعوبه، يعني الكل عم يحكوا العداء انه ليش ما قدرت تحسن بوقتك، ما بيقدروا يعرفوا انه العداء كثير بتفرق معه اوقات طلعه صغيره، او بتفرق معه بمحل معين اذا عم بيواجه الشمس، او اذا كانت المسافه كثير طويله انه بيتجر فيها. فان شاء الله بالمستقبل، لانه دائما نحن بنحبه يكون قريب من بيروت، وبيروت شوي بشوارعها ما عم نقدر، هي لانه هي على هضبه جايه، على هضبه صغيره. فبنتمنى بالمستقبل هيدا الموضوع أكيد ينشغل عليه. ايضا بدي اشكركم اكيد لوجودكم معي. رح اخذ بريك مشاهدينا جديد، وبنرجع بنتابع بعد ما وصلت. من جديد بنرجع لاجواء بلوم بانك بيروت ماراثون. كمان بستقبل على البلاتو مروان نافي، مش المره الاولى بيكون نحن وياك، ضج كثير. ايه بس عم بسمع بعض، كنا بالفعل ضج كثير اليوم مروان. يعني فولفو و وماراثون بيروت صارت قصه قديمه مش قصه جديده. نحن هلا بالسنه الثالثه، السنه الثالثه على التوالي، ولقدام كفيين. اند العمليه تخطط بين قصه، يعني بلشنا اول شيء سبونسر شيب، هلا نحن وير اوتوموتيف بارت. هلا دوركم عم يتغير يعني 100%. شو دور فولفو بهيدا السنه؟ اليوم نحن فولفو في حوالي 14 سياره على التراك. نحن دورنا من العوامل الاساسيه بالاورجنايزيشن لنقدر نوصل اللي عم نوصل له. اليوم السيارات اللي هن على التراك من بيناتهم في السيفتي كار، في السويب كار، وفي الليدنج كارز، وهمهم في لل 42 كيز بيناتهم الكلوك كار. فالعمليه مش بس بقى قصه سياره ماشيه وعم بتليد، صار في عندنا الدرايفرز بنعمل لهم سبيشال تريننجز حتى يعرفوا كيف يسوقوا. اليوم الكلوك كار از سمثينج فيري تكنيكال وقتها، هي بسموها مثل جزره قدام العدائين الاليت رانرز. بدك تعرف تعمل التمبو وتعمل البيس تبعها لتعرف كيف بده يلحقوا ويمشوا وتخفف. سو وي بيكامينج، اذا بدك عم نلتزم بهذه العمليه اللي لها علاقه بالاورجنايزيشن بالسيارات. اكيد. شو تعلمتوا لهلا بوقت عم نشوف كمان روجي وصول جمانة علامه، جمانة علامه عم بيعمل لها بيسينج، علي عوض اللي هو حامي رقم لبنان 5000 10000 متر من نادي العب علبك، واصله رابعه لبنانيه. اوكي. شو تعلمتوا لهلا كفولفو يعني بعد ثلاث سنوات بسباق بيروت ماراثون؟ واحدة من القصص الاساسيه اللي تعلمناها انه قد ما تنظم مثل قصه الاستوديو والصوت ما بتزبط معك، بيضل في عندك امبريفيو اخر لحظه اللي بدك تتعامل معهم، خاصه اذا كنت طموح وبتحب تحصل. واسم الله هالماراثون ما في غير على عم بيكبر. اليوم شغله نحن اساسيه ننتبه لها، وقت بلشنا كان في عنا 300 عداء ماراثون، اليوم قطعنا 1000 عداء ماراثون، يعني عم نحكي 42 كي اللي هي كمان صارت مسؤوليه اكبر واكبر عم بتزيد علينا. وبصراحه بتقول عم نلتزم بهالمهمه ومبسوطين فيها وعم نشتغلها بتفاني، لانه برجع بقول لك لها رول كثير تكنيك واساسي للعدائين للكل. كيف بتقيم هيدا النهار كله هيك يعني عم نقترب من النهايه؟ كيف بتقيمه لهلا بعد الخبره اللي اكتسبتوها بالسنوات الاخيره؟ غياث، مع كل شيء عم يمرق فيه البلد بعز الانقسام، وهلا الحمد لله صار جمع، كان البلد لورا ماراثون لقدام، كل شيء مرقنا فيه الماراثون دائما بيجمع. يعني وقت كنا جدا منقسمين كنا مجموعه كنا عم بيجمعنا، واليوم طبيعه الحال الجمع ماشي. بس هيدا النهار بالتحديد هيدا بتقولوا خصوصي 9 ايام قبل عيد الاستقلال، بتحسوا باهميه هالجمع الاساسي لكل اللبنانيه حواليه من كل الاطياف، من كل الطبقات الاجتماعيه، من كل محل، كلنا موجودين عم نركض، كله مبسوط، شوف العالم كلها مبسوطه. اكيد انا بدي اشكرك مروان، يعطيكم الف عافيه. الخامسه اللبنانيه الين مرعب واصله، الين مرعب كمان عم توصل، يعني خمسة. بدي اقول تيانا عبد المسيح حلت بالمركز الثالث، يلا حققت مفاجاه ساره لكل اللبنانيين.
3-19-01. هيدا كان وقت كان استعمله قليل بس قليل ما زبط يطلع اليوم. اذا عم نشوف وصول العدائين سيدات ورجال على الفينش لاين. قليل مرعب حاليا قطعت 3-26-29 هيدا توقيتها. اذا لقليل مرعب اذا بدي اشكرك اكيد مروان يعطيكم الف عافية. منكمل كمان مع ضيوفنا إذن دائما بأجواء الماراثون. وبنستقبل كمان على البلاتو دكتور جبرة رئيس جامعة ال اي يو يلي كمان عنده المشاركة بسباق بلوم بانك بيروت ماراثون. دكتور جبرة يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك. خبرني شو كان دور جامعتكم بهالسباق أو بهنهار الوطني إذا فينا نقول؟ معلوم بقوة هائلة لأنه هيدي قصة كبيرة، قصة الماراثون، وإذا بتمشي مع الشعب بتلاقي على أنه كلهم توخين على أنه يجتمعوا سوا بالفعل، وما حدا يفصلهم بقى لا السياسي ولا الدين ولا حدا أبدا. العالم بتحب بعضها، اللبنانية بيحبوا بعضهم، وهذا شيء مهم كتير. وهالماراثون هذا جمعنا كلنا سوا، ومي الخليل ما في منا بالدنيا، هي رئيسة الماراثون وهي اللي جمعت العالم كله، بقى بنقدم لها تحية. انتو كيف شاركتوا اليوم كجامعة؟ كيف شاركتوا؟ جامعة عدائين وعندنا بوث، كيف كيف على الحمراء عم نقدم مي وعم نهلل ونزمر ونطبل للعالم كله سوا. حلو حلو، شيء مهم كتير هذا. هذا اليوم كتير حلو لأنه عربون عن كل لبنان كيف اجتمعنا سوا، كيف بلنا توخين مثل ما قلت لك على انه نحكي مع بعضنا. مزبوط يا ملا، مزبوط. هيدي شغلة مهمة كتير لازم نقدسها، ولازم كلنا صغار وكبار نشتغل سوا حتى نجمع لبنان. لبنان هو عربون كل شيء، وهالماراثون هذا اليوم جمعنا كلنا سوا. بنحييه، بنحيي الرئيسي، بنحييكم جميعا الال بي سي يا خي، بنحييكم جميعا. ثانك يو، يعطيك الف عافيه. يعني ان شاء الله نتعلم مثل ما بنتعلم لنقدر نكمل صح، يعني مثل ما عم تقول حضرتك دكتور. يعني الشيء اللي قلته شيء كثير مهم، كلام كثير مهم، ان شاء الله الكل يسمع. بس طبعا طبعا هذا شيء مهم، ولو بتشوف بالجامعه شو عم نعمل، هالتلاميذ من جميع الطبقات من جميع الملل مجتمعين سوا عم يدرسوا سوا، عم يحكوا سوا، عم يتبادلوا الاراء سوا، هذا شيء مهم كثير. ونحن شاركنا بالماراثون لانه انا على مجلس الامم، انا قاعد على مجلس الامم تبع الماراثون، وعم نشتغل سوا لانه مثل ما بيقولوا العقل السليم بالجسم السليم، وهيدي عم نعلمها للجميع، عم نعلمها للجميع. مظبوط، هيدي كلام. يعطيكم الف عافيه دكتور، يعني تضلكم بهالهمه وتضل هيدي الروح الايجابيه يلي فرجيتنا اياها اليوم دائما موجوده عند طلابكم، لانه هيدا الجيل جيل الشباب هو مستقبل لبنان، واذا هن عايشوا هيدا الاحساس اللي او هيدا الروح اللي اعطيتنا اياه هلا، يعني نحن مهم جدا. ليك انا بعد 40 سنه رجعت على لبنان لانه لبنان اعطاني احسن هبه بالحياه وهي هبه الحياه، رجعنا هون لحتى ناخذه. انا بدي اشكرك اكيد، ثانك يو لوجودك معنا. اذا بنكمل مشوارنا نحن والمشاهدين. كمان كاتيا راشد بهالوقت عم توصل على خط النهايه،
اذا على خط النهايه عم توصل كاتيا راشد يعني بعد شيرين نجام سرين جيم تيانا عبد المسيح الين مرعب قبل الين مرعب في قبل شوفي جومانا علامه الين مرعب كاتيا راشد جومانا علامه مرعب بده يكون تشيب ما اشتغل طبعا لانه ما بين عندي هون كاتيا عم توصل اذا على خط النهايه ثانك يو لك دكتور الله معك استاذ جبر ثانك يو ميرسي كثير وبنكمل مع ضيوفنا الصليب الاحمر اللبناني يلي كمان موجود معنا يعني الصليب الاحمر دائما بكل احداث موجودين ان كان ايجابيه او سلبيه انتم موجودين ما فينا غير ما اقول لكم يعطيكم الف عافيه بننبسط كثير لما نشوفكم بالرياضه طبعا اليوم كمان كصليب احمر موجودين خبرنا شو دوركم عم بيكون وشو يلي فرق هالسنه عن السنين السابقه صراحه نحن اول شيء يعطيك الف عافيه سيد غياس نحن من 2003 مكملين بيروت ماراثون بكل النشاطات اللي عم بيأديها حاليا في عنا حوالي 250 مسعف على الارض منتشرين على كل المسارات على 25 سيارة كمان على المسارات عنا 10 سيارات لوجستية وعلى 10 سيارات احتياط موجودين بالاماكن المحيطة بالمسارات اذا صار شيء حدث غير طبيعي نفوت سيارات ونسحب سيارات لبرا في عنا غرفة عمليات ميدانية هي اللي بتدير العمل الميداني على الارض هي بتنسق حركة السيارات بين الأرض وخيام المستشفى الميداني والمسارات لبرا بالإضافة لشخص موجود بالغرفة المشتركة لجمعية بيروت ماراثون تكون كلها سوا عم تشتغل بطريقة جيدة ومنظمة عملنا من 2003 لليوم هو بحث إسعافي كاسم إسعاف وطوارئ منقدم الخدمة الإسعافية دورنا بننقل الإصابات من الأرض للمستشفى الميداني بينفرزوا الإصابات عنا وبيتوجهوا على المستشفيات إذا كان في حالتهم تسوء وإذا حالات إن شاء الله ما يكون في حالات هذا يعني أهم شيء عندنا حالات شيء لحديت هلا في عندنا 6 إصابات تم نقلهم على مستشفيات إصابات أي نوع؟ عندنا ضيق نفس أوجاع بالبطن استفراغ كسر إجر عندنا حالات بسيطة بس منا حالات متفاقمة بشكر الله يعني ما يكون في حالات صعبة شو الفرق بالنسبة لك يعني بعد الخبرة عندكم خبرة طويلة صار صحيح ببيروت ماراثون يعني من النسخة الأولى للنسخة الـ14 قدي حسين أنتو كصليب أحمر عم تشوفوا في تطور تنظيمي عم يخليكم أنتو كمان تتطوروا معه وتكون في تنسيق أكبر من السنوات السابقة صراحة من 2003 لليوم الأعداد عم بتزيد وفي عبء كتير كبير عم بيوقع على عاتقنا تنظيم أكيد جدا رائع عم بيكون منظم بيننا وبين جمعية بيروت ماراثون لأنه صار في علاقة بتسمح لنا نعرف الأرض وطبيعة الأرض كيف عم تتحرك وكيف لازم نزيد أعداد شبابنا وكيف لازم نكون في عندنا انتشار كبير نحن والعناصر الموجودين من بيروت ماراثون أكيد يعطيك ألف عافية تضلكم بهالهمة يعني شو ما قلنا على الصليب الأحمر منضل مقصرين يعطيكم ألف عافية وسلام لكل الشباب شكرا لك ثانك يو اذا لك بنكمل يعني بدي اقول لك روجي انه كاتيا راشد روجي عملت 3:31 26 اذا كاتيا 3:31 26 عملت توقيتها كان اليوم بسباق بيروت ماراثون رح نكمل اكيد اجواء بركي اذا في ياخذ بريك مخرج اذا جاي يعني عندنا بريك لبنانيات اذا بدك وإذا بدك بريك اذا المخرج بحضر لنا بريك بس بليز
من جديد بنرجع لاجواء بلوم بانك بيروت ماراثون وبكمل مع ضيوفي اللي عم استقبلهم على البلاتو زياد صيفي يعطيكم الف عافيه سافار دو موند انتم كمان يعني انا يعني بس نحكي مع جمعيه بيروت ماراثون ما بنقول انه السبونسرز هن سبونسر هن شركاء انتم بتعدوا حالكم شركاء بهذا النهار بهذا الحدث الرياضي شو دور سافار دو موند بهذا الحدث صباح الخير غياث صباح السلام والحب والامل من بيروت نحن هذه المشاركه الثانيه لنا كسافار دو موند مع جمعيه بيروت ماراثون ونتمنى نحن هالمشاركة تكون مستمرة للسنين اللي جاية وتضل سافار دو موند شريك مساهم بنجاح هيدا النهار نحن حوالي 150 شاب موجودين اليوم على الأرض كل واحد بموقعه كل واحد حسب اختصاصه تنساهم بإنجاح هيدا النهار شو السيرفس اللي بتقدمه؟ نحن اخدين الكيترينج على الفي اي بي لاونجز إن كان على الديبارشر ولا على على الارايفل مساهمتنا هو بهالنهار اللي بنعتبره نحن نهار وطني بامتياز نهار ساهم جمعية بيروت ماراثون انه تحط لبنان على الخارطة العالمية مشاركتنا هي ايمان منا بقدرة لبنان واحقيته انه يكون بهيدا الموقع اكيد يعطيكم الف عافية كل هيدا الشيء اللي بتشتغلوه يعني قد ايه بده وقت تحضير يعني قد ايه حضرتوا وقت لحتى تقدروا تأمنوا ال 150 شاب والرول يلي عندهم اياه على التراك كله نحن هيدي جزء من جزء من شغلنا يعني يومين ثلاثه بنكون قادرين نحن جاهزين وايام بنكون بوقت اقل ونحن بس نفكر نشتغل بنكون عم نشتغل كمجموعه يعني ما بنفكر شو نحن جايينا او شو نحن بنفكر كيف نحن قادرين نساهم بنجاح هيدا النهار نحن بنطلع بس نفكر نشارك بهيدا النهار بنفكر بالنهار باخره يكون ناجح بامتياز ساعتها لبنان بيكون وصل له حقه العدائين اللي ركضوا وصلوا للهدف اللي من اجله كرمال وركضوا جمعيه بيروت ماراثون اخذت حقها كمان وساعتها بنفكر نحن كسافار دو موند شو معقوله بس يكون لبنان بخير بتكون سافار دو موند وغير شركات بخير يعطيكم الف عافيه اكيد زياد تضلكم بهالهمه وتضلكم حد الرياضه لانه كل ما كلنا حد بعض حد الرياضه كل ما لبنان بألف خير ميرسي لكم ويعطيكم الف عافيه ثانك يو لك زياد صيفي بدي اذكر انه العدائين عم يوصلوا تباعا يعني وصلت كمان بعد كاتيا راشد نيكول الياس والغا تراد عند من جديد بنرجع لاجواء بلومبايك بيروت ماراثون ومع ضيوف جديد كمان موجودين معي على البلاتو سامر عوابدي من اكوافينا ومنير دويدي من سوليدير اثنيناتكم شركاء اساسيين يعني بهيدا النهار لانجاحه استاذ منير يعني سوليدير عنده دور كتير كبير بهيدا النهار كيف عم تقدروا تشاركوا وكيف عم تقدروا تتطوروا انتم جمعيه بيروت ماراثون سنه بعد سنه بداية أول شيء بحب أني أوجه تحية كبيرة لكل فريق بيروت ماراثون الفريق واللجنة والرئيسي مي الخليل على هالجهد الكبير اللي عم يقوموا فيه كل سنة لأنه فعلا عم يكون حدث ناجح كتير وعم بيرفع اسم لبنان وعم يحط بيروت على الخارطة العالمية ونحن شراكتنا معهم من زمان من لما ابتدى البيروت ماراثون شراكة متينة وقوية ليش؟ لأنه في نوع من التوأمة بين بيروت ماراثون وبين سوليدير سوليدير هي دورة أنها توضع بيروت والعاصمة وسط العاصمة على خارطة الخارطة الإقليمية والخارطة العالمية ونحن نجحنا بهذا الشيء وعم يكون وسط بيروت هو مسرح لكل هالنشاطات الكبيرة اللي عم نشوفها خاصة النشاطات الرياضية وبيروت ماراثون عم يقوم كمان بوضع اسم بيروت على الخارطة العالمية بهالمستوى العالي من التنظيم ومن الترتيب أكيد يعني بدون ماي ما فينا نعيش طبعا وأكوافينا شريك أساسي كمان ببيروت ماراثون بدي أسألك سامر شو الدور يلي عندكم إياه بهيدا الحدث الرياضي الوطني إذا فينا نقول كمان اليوم بيروت مليانة حياة أكيد بهذا العرس الرياضي العظيم اللي عم بيصير بالبلد بما أنه أكوافينا مليانة حياة من أول ما أجت على البلد قررت أنه تفوت بهالشراكة مع بيروت ماراثون بالإضافة للشراكة القديمة اللي نحن موجودين معه من أول ما تأسس بيروت ماراثون لليوم أكوافينا
ماركة عالمية انترناشنال براند اجت على لبنان سنة الماضي، وهي كمان مليانة حياة، وهي بتعتني بكل الجوانب اللي بتحسن نوعية حياتنا كمجتمع، من البلاستيك اللي بنستعمله اللي هو ريسيكلاب، لنوعية المي اللي هي جاية من نبع صنين، من جبل صنين، من قاع الريم. سو الكواليتي تبعها مليانة حياة ومليانة فول اوف لايف. اكوافينا ما فيها تكون جزء لا يتجزأ من هذا. بدي اسألك شو الصعوبات اللي بتواجهوها لحتى تقدر توزعوا هالعدد الكبير من الانانه، انانه المي اللي مثل ما قلت لي انه في 300 الف انينه توزعوا اليوم، يعني صحيح. اذا بدنا نحكي من ناحيه اللوجستيه في صعوبه، كيف قدرتوا تعملوا هالشيء؟ حقيقه الفضل للفريق العظيم اللي عنا اياه واللي بنشتغل معه، قدرنا نوزع حوالي 300 الف انينه بظرف يومين. اكيد التحضيرات بتاخذ اشهر واشهر، مش بيومين نحضر، بس عن جد قدرنا نعملها ما فيك ما تعملها الا بيومين، لانه هو الايفنت نهار واحد صح. سو مضطر انك بين امبارح واليوم تكون نسقت كل شيء ووزعت كل شيء، يعني بوقت عم نشوف بعدها بمنطقه الحمراء، عم نشوف نحن وياكم سامر وطبعا استاذ منير العالم اللي بعدهم عم يشاركوا كل واحد بطريقته. بالنسبه لسوليدير هيك حدث قد ايه مهم بالنسبه لكم يكون موجود هذا الحدث على مسرح سوليدير مثل ما سميته؟ يعني نحن بنعتبر انه سوليدير هي وسط العاصمه، وسط المدينه، وهي لازم بتكون المكان الجامع لكل اللبنانيين بمختلف النشاطات، وهذا اللي نحن عم نحاول نعمله من زمان. يعني اليوم بيروت، وسط بيروت اصبح هو مركز وديستنيشن بالحقيقه، هو وجهه لكل النشاطات الثقافيه ووجهه سياحيه حتى. وبالنسبه للرياضه يعني نحن بيهمنا كثير انه هيك نوع من الاحداث الرياضيه الكبيره على مستوى عالي ما ممكن تصير الا بوسط بيروت، لانه هي بحاجه لدعم لوجستي ولمساحات كبيره اللي نحن بنقدر نوفرها ونامنها لهيك حدث. اكيد سامر اكيد عندك شيء بعد تقوله. لا انا بس بدي اقول لك شغله كمان، انه بتميز اكوافينا انه هي اقل مي بتحتوي على الصوديوم، نسبه الصوديوم فيها كثير واطيه، وهذا شيء عم بيتنبش عليه، وقليل تلاقي مي عندها نسبه صوديوم هالقد واطيه. سو هيدي من الميزات اللي بنفتخر فيها كمان، وبظرف اقل من سنه نحن صرنا من توب فور براندز بقلب البلد، وكمان هذا الشيء بيرفع لنا راسنا وبيبشر بالخير لمستقبل اقوى بكثير. اكيد انا بدي اتشكركم، اذا عندكم كلمه اخيره تقولوها بهيدا النهار تفضلوا، الهوا لكم. يعني نحن بنتمنى هالنجاح اللي عم نشوفه اليوم انه يستمر سنه بعد سنه، لانه حقيقه اليوم بعتقد هيدا مهرجان كبير للبنانيه انه يقدروا يجتمعوا بوسط بيروت، ودائما عم يجتمعوا على الاشياء الحلوه والرياضه، وحتى عم يجتمعوا بالسياسه اليوم، ان شاء الله انه بيكون دائما يعني كل هالامور هيدي خير للبلد ايجابيه. نعم ثانك يو لك استاذ بونير. سامر نحن بنتمنى انه كل سنه تكون اقوى من سنه، والنجاح يكبر، ونشوف اكثر ايفنتات كمان، مش ننطر ايفنت هالقد مره بالسنه، بلكي يصير في ايفنتات اكثر خلال سنه تجمع هالقد اللبنانيين ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه. اذا مشاهدينا بوقت يعني مثل ما عرفت انه المؤتمر الصحافي بدا حاليا، في مؤتمر صحافي عم يصير حاليا للفائزين عند الرجال والسيدات بنفس الوقت، يعني عم يكون عندنا مؤتمر صحافي. اذا برجع بذكر اكيد بالفائزين ادوان كبت كيبتو، حبيبي جيزاشو، وجاكسون ليمو عند الرجال، هول البوديوم يلي تحقق. شو الاسم؟ جيلبرت بيئر وودنبيكر. اذا بوقت بعده اكيد نقطة الوصول عم بتكون مكملة معنا.
بستقبل كمان ضيوف جديد معي اكيد جيلبارح بيقى وكريم غندور. جيلبارح بيقى جنرال مانجر لوودن بيكري وكريم غندور كمان من ماتس انرجي. كنا سوا السنة الماضية. اول شيء السؤال اللي بدي اسالكم اياه، شو بيعني لكم هيدا النهار، هيدا النجاح الكبير يلي بيتخطى انه يكون نهار رياضي؟ يعني هو احتفال مثل ما انك شايف هالناس الموجودين هون لليوم، اشتراكهم مثل ما عرفنا وصل 47,000. فانا بقول هيدا الشعب اللبناني حابب يقول انه بده الحياة، بده يعيش، بده يعبر عن حاله انه نحن بلد متطور اكثر من يمكن القدرة الموجودة بالطاقمنا السياسي وما بعرف شو. فان شاء الله تكون هيدي ثورة بعهد جديد لنقدر نحن نبرز مثل ما بالقطاع الخاص برزين، نبرز كمان بالدولة وبعند المشاركة. شو دور وودن بيكري اليوم كان بهنهار؟ نحن كودن بيكري اليوم كنا مهتمين بالفود تبع كل الأورغانيزرز والمتطوعين. كان عندنا تقريبا حوالى 10,000 وجبة مأمنينهم لكل هالنشاط ليكونوا كل الناس موجودين في جود بيرفورمنس اليوم وعم بتابعوا. أكيد ماتس أنرجي كمان خبرنا سنة الماضية، خبرنا شو دوركم هالسنة؟ نحن السنة نفس الدور، نحن we're providing كل الباور والالكتريسيتي للماراثون، نحن we're the power partner. في عنا تقريبا 1000 كافئة عم نغزل لكل هيدي الستاندز إذا بدك الأكل الفودز، فنحن we're providing the power to the exhibition. وكمان على السؤال اللي كنت عم تسأله بالأول، أنا اللي بشوفه حوالي إنه في شباب وسبايا وناس كبار وصغار كله عم يركض على هدف معين، كله عنده تارجت عم يركض له، وسنة على سنة عم تكبر هيدي المجموعة، عم تكبر هيدي الجمعية، فكلنا عم نركض لهدف لقدام، وإن شاء الله سنة على سنة كلها بتزيد وبتكبر وبصير في عندك ناس تانية. شو تغير بالسنوات وصولا لليوم؟ يعني شو حسيت التغير اللي صار؟ اللي حسيت إنه العالم عم بتكون انفولفد أكثر، عم تفهم العالم شو هدفه للماراثون غير إنه بس تركض من ستارت للإند، في تارجت العالم عم تركض له، عم تجي ناس زيادة من برا، عم نطلع حوالينا الأسماء للأشخاص الانترناشونال اللي عم تركض عم بتزيد، بقى في عنا حب للماراثون وحب لنفسنا، كل واحد عم يركض لهدف لقدام. هل واجهتوا صعوبات؟ هلا نحن ان شاء الله دائما ما بنواجه، نحن بنحط كل جهدنا، وي هاف ا تيم يلي اتس اكسس ذير اكسلنت، وبنعمل كل جهدنا لحتى نوفر الطاقه دائما. بدي اسالك كودن بيكري، شو يعني كيف عم تقدروا تشاركوا بهيدا السباق؟ يعني من ناحيه الاعداد، يعني بنعرف وودن بيكري شيء بيتعاطى الاكل، شو عم تقدروا تعملوا؟ قد ايه عم نحكي بكميات؟ قدرتنا اليوم انه نحن موجودين وين ما كان، عندنا اكثر من 35 فرع بلبنان، هيدا بخلينا نكون موجودين من كذا محل عم نغطي الحدث لليوم. التغطيه تبعنا بديت من 4 ايام مش من اليوم، قلنا 4 ايام مبكين الحدث، وان شاء الله نقدر نكون من هلا ولقدام على طول مع الماراثون للقيمة اللي عم يعطيها والإفورت اللي عم بيحطوا والمجهود اللي عنده إيه. أنا بدي أشكركم أكيد لوجودكم معنا، يعطيكم ألف عافية وتضلكم دايما بهالهمة داعمين الرياضة اللي هي طبعا مستقبل الشباب ومستقبل لبنان. ثانك يو لكم. بنتقل للمؤتمر الصحافي اللي عم يصير حاليا بنفس الوقت، هيدا سباق قريب كثير من عنا المؤتمر الصحافي إذا يلي عم بيصير، ما بدها تقعد بشيكاغو، بدها تيجي تركب ببيروت. وشكرا لكم كلكم. If there are no more questions for Tigist and Edwin, perhaps we could excuse them. Any more questions? Cool. Let's turn this over to Hussein and the Lebanese stars. ديانا عبد المسيح اللي هي لبنانية عايشة ببوسطن وصارت معي على البلاتو، حقت المركز الثالث. No, no worries, thank you.
Tatiana, congratulations for the third place. Thank you very much. What do you want to talk about the Lebanese Marathon, the Beirut Marathon, since it's the first time that you are participating in this marathon? Yeah, my first time here. It's my fifth 42K in my life. I started running when I was 21 years old, and I've been training for this race for about 8 months. So this day is a really big one for me. I'm very, very excited. How can you rate the Beirut Marathon? Compared to the other ones I've run, I was honestly very surprised at how many people were on the sides cheering. I've run the Boston Marathon twice, and that one, you have so many people and everyone's there cheering. And a lot of people had told me, oh, this one, you're going to be more by yourself. There's not going to be that many people. But it was incredible. It was amazing. And there were so many people out there cheering you on, which was really nice. Are you satisfied with your time? Your time was 3:19.01. Yeah, it was more fast than Boston. It was, yeah. It was, I think, like a five minute difference, yes. 5 minute faster. It was 3:23 in Boston, right? Yeah, so very excited about it. I wanted a little bit faster, but the course was pretty hard. So I'm just excited that I did better than I did at Boston. Thank you, Tiana, and congratulations. Thank you very much. Thank you, إذن لاتيانا عبد المسيح يلي حققت المركز الثالث، المركز الثالث إذن عند اللبنانيات. عمرها 23 سنة، مبسوطة جدا بكل شيء صار اليوم ببيروت ماراثون اللي كانت عم تتحضر له لحتى تشارك ببلدها طبعا، وهي كانت عملت ماراثون بوسطن وحققت 3:23، لكن اليوم نزلت حوالي 4 دقائق عن توقيتها وحققت 3:19.01، وبدي اقولها هي من عائله رياضيه لبنانيه معروفه جدا، يعني بنذكر عمها اكيد جوزيف عبد المسيح اللي هو امين سر نادي الحكمه سابقا ولاعب كره سله سابقا. بناخذ روبورتاج، بنشوف روبورتاج نحن والمشاهدين وبنرجع بنتابع. ما بدأ الحديث عن إقامة سباق بيروت ماراثون بال2003، كثرة الرهانات والأحاديث على فشل هالحدث اللي اعتبروه البعض بالعابر، أو إنه هالسباق مثله مثل أي نشاط بيتنظم لمرة واحدة وأهدافه معروفة إما سياسية أو لهدف شخصي. لكن السنوات أثبتت إنه كل الرهانات سقطت عندما تحول هالسباق لحدث سنوي دولي وسياحي. الحدث اللي يقام مرة كل سنة يتطلب تحضيره سنة كاملة من العمل الجماعي المتواصل، والجمعية تنقسم لمجموعتين، فريق إداري وفريق لوجستي، والمجموعة الثانية مجلس الأمناء للجمعية بيضم بين أعضائه اللي بتترأسه السيدة مي الخليل أبرز رجال وسيدات أعمال وأهم الوجوه لشخصيات دخل اسمها التاريخ، ومن بين هؤلاء سيدة بتعمل ليل ونهار دون كلل أو ملل. لم تتردد السيدة شهرزاد رزق ولا للحظة عندما سئلت عن إمكانية المساهمة لشراء الهاندسايكل لذوي الاحتياجات الخاصة، قبلت الطلب وأخذت المشروع لثلاث سنوات وعلى عتقها. من هون بديت الحكاية. Je suis contente et fière d'être parmi membres du marathon et surtout de prendre ce projet pour 3 ans. يتأكدوا أنه صحياً كمان مش بس جسدياً إنه قادرين يعملوها، كمان صحياً هن حالتهم الصحية بتسمح لهم يعملوا هالرياضة، وبنفس الوقت ما تعرضهم لخطورة اللي ممكن تكون تواكب أي رياضة عادة بيمارسها شخص، خاصة لما بتكون رياضات تنافسية. ما عندنا كتير وقت، عندنا شهرين ونص. أنت بتعرف سبيشال نيز مثل مش مثل شخص عادي، وربي شخص عادي بده مينيموم سنة لسنتين إذا كان رانا تيحضر ويعمل جود بيرفورمس. يعني شيء كنا نحلم انه نحصل عليه او نوصل له، وفجاه حسيت انه في ملاك نزل على الارض وقدم هالهاند سايكل اللي كنا بنحلم انه نحصل عليها، و Je suis très touchée de voir cette jeunesse de participer au marathon sur ces chaises. Et je leur dis bravo et je suis très fière de vous et chapeau bas.
يعني مؤثر جدا يلي كنا عم نشوفه بالروبورتاج. بستقبل اكيد استاذ سعد الازهري رئيس مجلس اداره بلوم بانك يلي حامل اسم هيدا النهار يلي انا ما بكتفي سميه نهار رياضي لبل نهار وطني بامتياز. شو بيعني لكم كبلوم بانك يكون موجود اسمكم بلوم بانك بيروت ماراثون 2016؟ ارقام قياسيه، العالم كله مبسوطه، سعاده، سلام. ما اذا بعت فيي قول شيء زياده. شكرا. لا ما في شك، مثل ما تفضلت وقلت يعني هو بتعدى ان يكون حدث رياضي، حدث رياضي اجتماعي انساني، يعني منصه لفعلا لدعم مشاريع انسانيه واجتماعيه. واهم من كله انه هاللبنانيين كلهم مجتمعين سوا، مصطفين كلهم كلنا سوا وعم نرقد كلنا سوا من كل المناطق ومن كل الطوائف. صح فعلا، هيدا لبنان اللي بدنا اياه، هي الصوره الفعليه للبنان اللي بدنا اياها. ومتامل احنا كمان هلا هالسنه هي مع بدايه عهد جديد، عهد الرئيس عون ودوله الرئيس سعد الحريري ورئيس اللي كان موجود اليوم، يعني كمان نتامل هلا كمان نشوف دوله تكون كمان كلهم هيك مصطفين سوا ونقلع بهالبلد كلنا سوا ان شاء الله. يعني كمان بدي اسالك، يعني حضرتك يعني اكيد كبلوم بانك حاملين اسم هيدا النهار، بس بنفس الوقت شفتك عم تركض السبعة كيلومتر، يعني عم تشارك بهيدا النهار بمعناه الحقيقي. ليه ركضت؟ وبعرف انه مش اول مره بتركض يعني، بس ليه مصر كل مره تركض بهذا؟ فعلا الوقت. واحد بيشعر بالماراثون بس يشارك، لاني بيشعر بالاتموسفير يعني بقى انا شاركت مع ابني الصغير وكنت دائما ارقد مع اولادي تانيين منهم بقى موجودين، بس ابني الصغير بقى فعلا حلو الرقد هنيك. بتشوف كمان بيروت بلا سيارات، بتشوف بيروت مزبوط، وبعدين كل هالجو الحلو والموسيقى وكل هالجمعيات الخيريه اللي عندها ستانز على الطريق، يعني بشعر بالماراثون بس واحد يشارك بقى، واحد يكون قاعد بفي اي بي لاونج غير ما انه واحد يشارك بالماراثون. كيف شايف تطور هيدا الحدث سنه عن سنه؟ كل سنه عم بيكون احسن سنه فعلا، ومنهني يعني رئيس مي الخليل على هالتنظيم الروعه، وهيدا بيشجعنا دائما نكمل نحن داعمين لهالماراثون. بعد سؤال بدي اسالك اياه، يعني ليه عندكم بالنسبه ليه بتعدوا في اهميه لحتى تكونوا ما بدي اقول سبونسر، شركاء مع جمعيه بيروت ماراثون؟ مثل ما حكينا يعني كل خلينا نقول مثلا بنشوف مثلا لبنان لعب الفوتبول اهم رياضه، بس بتشوف ما في مشاهدين، بخافوا انه المشاهدين. الباسكتبول هي اهم رياضه اساسا، الناس اكثر شيء بتحب لبنان الباسكتبول، بس عدد الناس المشاركين وبعدين يكون كل الناس واقفين سوا، يعني ما انه ضد بعضهم، بالعكس مع بعضهم، فعلا بشجعنا. احنا بيهمنا دائما نكون يعني تجمعوا، ما يكون في حدا ضد حدا، يعني بدنا نكون كل اللبنانيين سوا، هيدا بشجعنا يعني ندعم الرياضه، يكونوا كلهم مع بعض عم يلعبوا مع بعض ايد واحده، مش يكونوا فريقين ضد بعض، يعني هي بتشجع احنا ندعم هالرياضه هي. انا يعني اذا بتحب تزيد اي شيء تفضل. نحن بنحب نشكركم لحتى تغطي كل نهار فعلا اللايف، بتشكر كثير ال بي سي على التغطيه وجبتنا. انا بتشكرك استاذ سعد الازهري كمان، يعطيكم الف عافيه. بعرف انه كمان يعني بلوم بانك كان موجود كله على الـ على الـ على الارض، عم يشاركوا كمان المصفين عندكم بهذا السباق، جو كثير حلو مثل كل العالم اليوم عم يشوف باحلى طريقه ممكن. انا بتشكرك من جديد، يعطيكم الف عافيه. اذا مشاهدينا، بعد ما كنا مع استاذ سعد الازهري رح نروح نشوف ريبورتاج جديد، وهالمره عن ال 542 يعني عدائين جداد اذا في يقول، اشخاص ولا مره بحياتهم عملوا ماراثون، تمرنوا وتحضروا ليشاركوا لاول مره بتاريخهم بماراثون بيروت. ونشوف نحن بيكون هالريبورتاج. عام 2014 أطلقت جمعية بيروت ماراثون برنامج بيروت 542. هو برنامج مدعوم اجتماعيا وبيستمر بفضل عمل المدربين التطوعي، وهدفه تحويل العدائين اللي بيشاركوا لأول مرة إلى عدائين ماراثون. بالسنة الأولى أخذ 5 مدربين على عاتقهم فكرة التحدي المتمثل بتدريب الهواة ليركضوا مسافة 42 كيلومتر، وهيك ولد الاسم.
من أصل أكثر من 70 عداء شاركوا لأول مرة، 38 استمروا واجتازوا خط الوصول يوم 29/2/2014. بالعام 2015 تضاعف العدد مع 120 عداء قبلوا التحدي، وأصبح 66 عداء متميز من عداد عدائي الماراثون يوم 28/2/2015. بالعام 2016 استمر البرنامج وبقوة أكبر مع 250 عداء تراوحت أعمارهم بين 17 و64 سنة. تصنفت الفرق وابتدى التدريب، البعض منهم ما ركض من قبل، والبعض الآخر ما اختبر شعور الركض بالهواء الطلق. كل واحد اجا من خلفية مختلفة ومع قصة مميزة. برنامج بيروت 542 انتشر هالسنة بكل لبنان، وأصبح لدى العدائين فرصة ليركضوا مش بس ببيروت، إنما أيضا بعلي، الجية وجوني، مستفيدين من تدريباتهم الطويلة ليتعرفوا على مناطق كتير حلوة من لبنان. وبعد فإنه خط الوصول بانتظارهم بسباق بلون بانك بيروت ماراثون، مستيقظين قبل شروق الشمس، متجاهلين إصاباتهم المتأتية من الحصص التدريبية، متحملين ألامهم، لكنهم رح ينجحوا. السباق السريع بيخلق نجم، إنما سباق الماراثون بيخلق أسطورة. يعني يلي كنتوا عم تشوفوه على الشاشة موجودين اليوم على التراك عم يركضوا الماراثون للمرة الأولى بتاريخهم، هاي مش السنة الأولى بيكون في بيروت 542، يلي كانوا السنة الماضية واللي قبلها صاروا عم يشاركوا بالماراثون أكيد، بس مش بجروب بيروت 542. وهلأ بدي رحب بضيوف جديد، يعطيكم ألف عافية. رح بلش أكيد بجيسيكا برشام من جراند سينما، صح، وشرب الكحالي من أربان ترافل، صح، من أربان جروب، مزبوط أربان جروب، يعطيكم ألف عافية. أول شيء بدي بلش جراند سينما، بفكر واحد أي سيرفيس ممكن تعطوه لبيروت ماراثون؟ هلأ نحن عادة دجا بجراند سينما صرنا أكثر من 6 سنين مع بيروت ماراثون وعم ندعم هالإيفنت. نحن مينلي ميديا بارتنرز، سو بهمنا نوصل هالخبر لأكتر أكبر عدد ممكن تيكونوا موجودين معنا اليوم. سو مينلي ها هي ال كيف بتوصلوها؟ منعرض إذا بدك الشورت فيديو تبع تي في سي تبع بيروت ماراثون بكل صالاتنا بكل لبنان، نحن عنا أكتر من 6 صالات بلبنان، تنقدر يعني to spread the word على أكتر عدد ممكن يعني ويكونوا موجودين هون سوا. اكيد يعني بدي نروح لشربل، شربل يعني أربان جروب، شو دوره بهيدا النهار؟ يعني شو الدور اللي بتعملوه لحتى تقدروا تكونوا شركاء مع جمعيه بيروت ماراثون؟ اول شيء تركني بس اشكرك انك عم تستقبلنا، ونشكر ال بي سي على تغطيه هيدا الايفنت. أربان جروب بارتنر، يعني نحن بيروت ماراثون شغلة كتير بتهمنا، قلنا كذا سنة بنشترك بالموضوع، وأربان جروب هو مثل ما بتعرف بالترافل وبالترانسبورتيشن، لأنه في ضمنه قالوا تاكسي، في ضمنه أيفيس. أنا دغري رحت أربان ترافل إنه جاي عراسي، بس أربان ترافل هي شق من أربان جروب، في عندك كمان شق ترانسبورتيشن، ونحن عم نهتم بكل الأتليتس يلي عم بيجوا يربدوا هون بالسفر بالمنامة وبالنوصلهم على من أوتيلاتهم للإيفنت واتسترا اتسترا. سو كل شيء ترانسبورتيشن وسفر نحن كنا مغطينه بهذا الايفنت، وهيدا عم نحكي بعدد كبير يعني. طبعا طبعا قد ايه تقريبا في عدد ال، ما فيني اعطيك فيجرز لانه هيدا شغله منا مهمه، بس انه كل البروفيشنالز اللي جايين من برا سافروا على 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 طريقتنا. بدي اسالك ك يعني كجراند سينما، هيدا الشيء يعني انه لحتى تكونوا شركاء بهيك نهار شو بيعني لكم لكم؟ يعني عرفنا انتم شو بتقدموا لبيروت ماراثون، بس انتم كيف تستفيدوا من هالشيء وشو بيعني لكم تكونوا شركاء بهيك حدث؟ هلا غياس كثير كثير شيء حلو البيروت ماراثون، يعني ما انه بس سباق، هو صح، تحدي جسدي ونفسي وعقلي عن جد، انه كتير حلو تشوف هالقد عالم قادرين يكونوا هون اليوم ليشاركوا بهالشي. نحن بجراند سينماز هالسنة داعمين NGO هيدا بيتك،
هي ان جي او كثير صغيره وجديده بيدعموا التلاميذ اللي يعني خسروا واحد او اثنين من اهلهم ومش قادرين يكملوا علمهم بيقدروا يساعدوهم ليقدروا يوصلوا لهالشيء. نحن بجراند سينماز الموتو اذا بدك تبعنا هو a grand future, we strive to a grand future. سو بالنسبه لنا اذا we invest in education هيدا باسبور عم نوص انه لنوصلك for a grand future. سو بالنسبه لنا هيدا هاي رساله كثير كبيره يعني. سو ذاتس واي نحن هون داعمين هيدا بيتك ومبسوطين انه مشاركين بهالحدث كثير كبير. نحن مبسوطين انه انتم معنا واسم الله عليك بتحكي كثير منيح لا بتحكي كثير الشرب. شو بيعني لكم هيدا الحدث يعني انتم كاربين جروب شو بيعني لكم ان جنرال؟ يعني مثل ما كل اللي استقبلتون قبل والست اللي معنا حكيت يعني لي فالور دو سبور هيدي شغله كثير مهمه. بلبنان في كثير خلافات وفي كثير تنشن وبننتبه انه كل ما فريق فوتبول او فريق باسكت وشفناها مش من زمان على بكاس اسيا انه كنت ترجع كل العالم تدعم بقى لي فالور دو سبور شغله كثير مهمه. وكمان تنرجع على الاولاد نحن عم ندعم اسوسياسيون اسمها ماي سكول بولس بتعز علينا هيدي الكوز لانه بيجيبوا المدرسة لعند الأولاد يلي بيكونوا بالمستشفيات كرمال يتلقوا تريتمنت ما فيهم يروحوا على المدرسة. بيجيبوا معلمات وأساتذة على المدارس كرمال هالولاد يقدروا يكملوا السكولرشيب تبعولهم قبل ما يرجعوا وقت يصحوا يرجعوا يفوتوا على المدرسة ما يكونوا مأخرين على غير الأولاد. فحبينا ندعم هالأساسيسيون نحن هالسنة. اكيد فيكم تشوفون على كل السوشيال ميديا اتسترا اتسترا. اكيد بدي اسالك ايه بعد سؤال اخير, كيف شايف تطور هذا الحدث سنه عن سنه؟ يعني فعلا وقت نشوف هالجماهير بعتقد في 44 45 الف يعني يمكن من اكبر حدث سبورتيف بيصير يمكن بلبنان. وكمان بيروت ماراثون لهم فضل كتير كبير من الست خليل لكل كل التيم يلي عم بيشتغلوا مع فريق العمل يلي نحن اجتمعنا معهم. كمان جماعة involved يعني بدرجة غير طبيعية وانا بوجه لهم تحية لانه اجتمعنا معهم وعن جد جماعة سوبر لذيذين. جيسيكا نفس السؤال يعني قلتيلي لكم 7 سنين عم نقرب لانه مطاش كثير برا بالفعل يعني ما قدروا يعالجوا لنا هالقصة من اول نهار. صاركم 7 سنوات كيف شايف تطور هلا؟ بكل صراحة غياس نحن اول ما بلشنا مع بيروت ماراثون كان اكتر دعم ميديا يعني كنا نكون شوي باسيف عرفت. نحن بيجراند سينماز طورت مشاركتنا بانه من بس تي في سي بالسينمايات لنحن كتيم نكون على الأرض موجودين وعم نركض سنة لسنة يعني. أول شيء بلشنا ب5 و10 نجي لهون صرنا هلأ فوق 60 شخص موجودين هون. بدنا نركض مع بيروت ماراثون, بدنا نركض مع هيدا بيتك لنجرب قد ما فينا نوصل هالرسالة الصغيرة يعني مثل كتير عالم موجودين هون. هيدي ثقافة الركض الرسالة. أنا بدي أشكركم شربل وجيسيكا لوجودكم معنا, يعطيكم ألف عافية وضلكم الهمة وإن شاء الله بنشوفكم أكيد بالسنوات المقبلة. بتوقف مع المشاهدين مع روبورتاج جديد وهالمرة بخص الشباب. بدي اقول انه كل حدا منا اكيد ادى. طالما في ماراثون يعني لبنان بدله بخير.
من جديد بنرجع للاستوديو وضيوف جديد كمان وين ما يعني حيلا مؤتمر صحفي قبل اكيد انطلاق هذا الحدث بيكون المكان لانكاستر. بدي رحب اكيد بمدام ياسا عاشور حضرتكم مالكي لانكاستر. ليه موجودين مع بيروت ماراثون؟ انتم مش للسنة الاولى، السنة الثالثة على التوالي عم تكونوا موجودين. ليه موجودين بالاول وشو فرق من السنة الاولى للسنة الثالثة؟ اولا هيدي مشاركة اجتماعية رياضية كتير مهمة انه شارك بماراثون بيروت لثالث سنة على التوالي مع رئيسة ماراثون بيروت مدام مي خليل يلي هي صديقة عزيزة لنا. وبلشت من 3 سنين مزبوط لما شفت انه هالعالم عم بتحمسوا اكتر ليشاركوا بماراثون بيروت منهم ولادي رايبي انا كله، فقررنا كمان فوت بمشاركة سبونسرينج مع لانكاست مع ماراثون بيروت. من اول سنة شاركتوا فيها لليوم كيف شايفي في تطور لهذا بالماراثون ولا نحن؟ نعم. من ناحيتنا اول شيء بالماراثون اكيد في تطور كتير من ناحية الاعداد من ناحية التنظيم بتحسوا اقوى، من ناحية الميديا كمان صارت اقوى واقوى. سو هيدا من ناحية الماراثون. من ناحيتنا نحن اكيد كمان طورنا لانه صرنا مور معودين كمان على الممبرز تبع الماراثون تبع بيروت. صار في بالاوتيل بين العاملين بالاوتيل وبين المشتركين تبع الماراثون صار في انسجام وتعاون. من ناحية صاروا بيعرفوا مثلا مور نظامه الغذائي شو بحبوا بتجهيزات الصالة قبل ما يفوتوا على المؤتمرات. بتفوتوا بالديتيلز يعني. أكيد. انا هون بدي اسالك على الخدمات اللي بتقدموها، اي خدمات بتقدموها لبيروت ماراثون؟ خاصة انه بنعرف ضيوف بيروت ماراثون يعني ان كان الرانرز او الضيوف الرسميين ضيوف كتار. مزبوط. هون كيف تتعاملوا معهم؟ هلا نحن بنستلم اكثر شيء الاقامة تبع اللاعبين تبع الفئة 1 و 2 ورئيس اتحاد كمان العاب القوى مستر سيباستيان كو هو اللي عنا بالأوتيل ونحن قدمنا لهم لونشين وحفلة الختام إن شاء الله أكيد ومنقدم صلاة المؤتمرات كلها طبعاً كمان عنا بالأوتيل وهذا دايماً منشوفه دايماً يعني مزبوط. بكل المؤتمرات مزبوط. الصحفية لانكاستر دايماً مفتوح لبيروت ماراثون لكل الأحداث أنا اللي بسميه برجع بقلك منا رياضة اليوم بس يعني لبل نهار وطني أو أكيد أنتو مبسوطين تكونوا شركة بهيك نهار يلي هو مميز جدا. موصفين اللانكاستر بيشاركوا كمان بهذا الحدث؟ نحن مش بس اوتيلات، نحن عاشور هولدينج اتس هولدينج يعني عنا مثلا جيم اليوم نحن بسكر للجيم عنا يجي بيفتح مشان كلهم ينزلوا يشتركوا بالماراثون تبع بيروت. جيم من نوع خاص اليوم بطريقه ثانيه بالضبط لايف بيكون يعني في مشاركه كثير مهمه. مزبوط. اخر كلمه بتحبي تقوليها قبل ما نختم نحن وياكي؟ بدي اتشكركم، بدي اتشكر مدام مي خليل، بدي اقول لكم ان شاء الله تضلوا بهالقوه والمشتركين يزيدوا سنه بعد سنه من برا ومن جوا ان شاء الله. اكيد. وانا بتشكركم كمان، بتشكر مشاركتكم لانه كل ما الكل شارك كل واحد بطريقته كل ما هذا الحدث بيتقدم اكثر واكثر. بشكرك مره جديده مدام عاشور وبروح لروبورتاج جديد وهالمره مثل ما عرفت عن السيدات. تسعة آلاف ومية وسبعة عشر كان عدد المشاركين بسباق السيدات. ألف وأربعمية وعشرين متطوع ساعدونا. 61 جمعية ركضنا لحقوقها. 41 دقيقة وعشرين ثانية رقم جديد تسجل بسباق العشرة كيلومتر. عشر ألف قصة خبرناها، 20,000 رسالة سلام وصلناها، 800,000 خطوة ركضناها، 1,000,000 ابتسامة جمعناها،
نكمل أكثر أقوى أسرع معك حدي لعائلتك لقضيتك ولقلي. كلنا رح نركض لقدام بسباق السيدات. من جديد بنرجع على الاستوديو وبنستقبل ضيوف جديد وهالمرة مع الهواء اللي زاد وهذا شيء كتير منيح. لارا أحمدية منسقة الشباب بجيفت أوف لايف رح تخبرينا أكيد عنها. روجيه زكار عضو مجلس إدارة شركة كوميرشال إنشورنس. لما نحكي إنشورنس يعني الكل بأمان هلأ هون 100%. كل اللي مشاركين اليوم مين ما حدا شو حدا تصيله مأمنين معنا بشركة كوميرشال إنشورنس. خبرنا أكثر عن هيدا الشيء. نحن أول شيء كوميرشال إنشورنس هي أقدم شركة تأمين بلبنان، وخصوصا آخر فترة نحن بعد ما صار في هول النشاطات الرياضية بينا أنه نحن الشركة الوحيدة اللي قدرنا نقوم بهول الأعمال الرياضية الكبيرة، والبرهان الرالي دي ليبان أو البيروت جراند بري واليوم الماراثون مأمنين معنا. يعني 45,000 شخص ماشي معنا يعني لحقنا. وين بتكون الالبسي على الاحداث الكبيره كوميرشال انشورنس بتكون معها؟ نحن جاهزين بتكون معها اكيد. يعني عم نحكي باعداد كتير كبيره. مزبوط باعداد كتير كبيره وانتم موجودين. رح انتقل لجيفت اوف لايف، عجبني التايتل جيفت اوف لايف، خبرينا اكثر عنها. اوكي بالبدايه بدي اقول انه سباق بلون بيروت ماراثون منه بس سباق رياضي حاف، صحيح انه هو وضع لبنان على الخريطه الرياضيه العالميه، ولكن هو بيحمل بطياته معاني عديده. فاذا بنلاحظ بالسنين اللي قبل قدرت جمعيه بيروت ماراثون بالشعارات والمساجات اللي دعمتها واطلقتها توحد اللبنانيه باصعب الظروف يلي مرقوا فيها، وكمان كل حدا اليوم عم بيركض عم بيشارك كرمال قضية إنسانية معينة وحامل معه إذا بدنا نقول شعار إنساني. نحن كجمعية Gift of Life يلي هي الجمعية العالمية الوحيدة بلبنان يلي تعنى بأمراض القلب عند الأطفال، موجودين ب 74 بلد، ومن سنة بالضبط جينا على لبنان، ويلي عملناه خلال هيدي السنة عمل جبار، لأنه خلال سنة بالضبط بس أنقذنا حياة 100 طفل عبر عمليات قلب بالجامعة الأمريكية بالتعاون مع مركز قلب الأطفال بالجامعة الأمريكية. فاليوم نحن عم نبلش بهيدي أول مرة لقلنا بنشارك ببيروت ماراثون، وعم نشارك بحوالي 1000 عداء بالفان ران، وإضافة إلى محمود عوض يلي هو الماراثوني يلي ربح سنة الماضي 42K، اليوم كان عم بيجا من مصر خصيصا تيشارك باسم Gift of Life. كمان نحن أطلقنا حملة على السوشيال ميديا تحت هاشتاج Running to Save a Life with Gift of Life، شارك فيها وجوه بارزة، حملوا بانر محطوط عليها لوجو Gift of Life، لوجو بيروت ماراثون، وشعار Running to Save a Life with Gift of Life منا مس ليبان فاليري أبو شقرة، ومس ليبان الحالية ساندي تابت. كمان ماريتا حلين اليوم موجودة معنا بتمثل الجمعية اليوم ببيروت ماراثون، وهي سفيرة للشباب لقلنا. ومبارحة بالذات كان لنا وقفة بالأمم المتحدة حيث حمل أكثر من 100 شخص حوالي العالم هيدي البانر ومحطوط عليها لوجو بيروت ماراثون، وتصوروا معه وكله under the hashtag على السوشيال ميديا Running to Save a Life with Gift of Life. حلو كتير لارا، يعني يعطيكم ألف عافية. روجيه اللي بدي أسألك إيه قدي أنتم بالنسبة لكم كشركة إنشورنس ككوميرشال إنشورنس بهمكم هيدا الحدث، وين الأهمية بالنسبة لكم؟ ليك اول شيء لنحكي ما في حدث بيكون بهالضخامه بلا تامين. اكيد يعني اليوم نحن عندنا غرفه عمليات بالمكتب فيها تقريبا 20 شخص بس عم بيلبوا الحاجات ويفوتوا العالم على المستشفى. نحن اذا صار في حالات اكيد ان شاء الله ما يصير فيه، يعني مش ما نخوف العالم. مزبوط اذا صار في حالات نحن هون موجودين. أكيد. بس بفتكر انه نحن ككوميرشال انشورنس كل شيء رياضه، نحن بنؤمن بالرياضه، مشان هيك ما في حدث كبير بلبنان ما عم نكون نحن معه واقفين حده وعم نأمنه. وما بفتكر في حدث كبير بلبنان ما بيكون تحت يا تأمين يا رعاية شركة كوميرشال انشورنس. لارا اخر سؤال بدي اسالك اياه هيك رح اكون جنرال، انت كيف بتقيمي هيدا النهار وكيف شايفه تطوره؟ يعني اذا بنطلع بالسنين الماضيه وصولا لهالسنه بنشوف انه في تحسن كتير كبير، كيف بتقيمي؟ انا يمكن شوي شهادتي مجروحه اذا بدنا نقول كوني منسقه على بيروت ماراثون كمان. انا يمكن حاحكي من جهه تانية، الناس عم بيشوفوا هيدا النهار بس ما عم بيشوفوا قد ايه عم ياخذ شغل هيدا النهار، فريق عمل عم بيضلوا خلال السنه بيشتغلوا من عم بيشتغل مزبوط لهيدا النهار. انا قلت لهم يعني من هلا بنعرف انه ب 12 20 2017 فعلا النسخه ال 15 يعني
في جنود مجهولين عم بيبقوا بالمكتب اخر فتره، كانوا عم يضلوا للساعه 2 3 بوجه الضو بالمكتب تينجحوا هيدا الايفنت وينشروا ثقافه الركض وثقافه السلام والمحبه. فهن عم يمنحوا اللبنانيه نهار يمكن ينزلوا يعملوا ديفول مافي وينزلوا يعبروا عن ارائهم، وبتخيل صار وقفه وطنيه وصار يوم كل سنه اللبنانيه بينطروه. فتحيه كثير كبيره للتيم يلي عم يشتغل ببيروت ماراثون. اكيد اكيد ونحن كمان منحييهم. روجيه اخر سؤال، يعني نفس اللي سالته للارا، شايف في تطور كبير بهذا الحدث؟ ليك اكيد في تطور كبير، بعدين هيدا اللبناني اللي نحن بنحلم فيه. يعني نحن بدنا لبنان كل يوم يكون بهيدا البسط، بالعالم كلها تنزل على الشوارع تنبسط وما يكون في اي كيف بيقولوا اي مشاكل. هيدا يلي بنطمح له. اخر شغله، كل واحد وصل على الماراثون يوصل له هيدا البراسلي بيقول ركبت الماراثون بيروت ماراثون 2016 مع كوميرشال انشورنس. يا حي حملها وكل سنة بتكون بلون. ثانك يو لارا، ثانك يو روجي، يعطيكم الف عافية. وبتوقف مع المشاهدين كمان مع ريبورتاج جديد، وهالمرة عن بيروت ماراثون. تسليم جوائز، يعني بنفس الوقت نحن موجودين معكم عم يتم تسليم الجوائز لكل الفئات. عم نشوف فئات السبيشال نيدز حاليا عم يتسلموا جوائز من رئيس بلدية بيروت، كمان حضور لوزير الشباب والرياضة يلي إذا بيقدر يكون معنا موجود، يعني إذا بتقدر تجيبوا لنا وزير الشباب والرياضة بكون ممنونيكم يا شباب، يقدر يكون معنا على البلاتو. موجود كمان بتسليم جوائز عبد المطلب حناوي. كمان رئيس مجلس إدارة بلوم بانك سعد الأزهري اللي كمان عم يسلم الميداليات بفئة سبيشال نيدز. إليزابيث ماكتيرنن مع الساعة 43 دقيقة و 59 ثانية، مبروك لإليزابيث ماكتيرنن. ميرسي لك. دايما مع تسليم الجوائز البوديوم دائما والمراكز الثلاثة. أسرع مشاركة بفئة سبيشال نيدز عند السيدات من سلوفاكيا أنا أوروسوا، سجلت ساعة و 36 دقيقة و 35 ثانية، مبروك لبطل ليسلم أصحاب المراكز الثلاثة بالسبيشال نيدز عند السيدات. بوقت رح استقبل ميريانا بدر مديرة قسم الناشئين والشباب بالصليب الأحمر اللبناني. ميريانا يعطيك العافية، فسري لنا أكثر عن القسم يلي مسؤولة عنه، شو يعني قسم الناشئين والشباب بالصليب الأحمر اللبناني؟ نعم، بالأول بدي أقول أنه نحن اليوم بالماراثون هو حدث رياضي ثقافي اجتماعي، واليوم عم نشهد عن جد نهار وطني بامتياز. واسم الناشئين والشباب بالصليب الأحمر اللبناني صار له أكثر من 7 سنين عم بيدعم جمعية ماراثون، ومنه شي جديد علينا، ونشكر الله كل سنة عم تكون أحسن من سنة. كيف تدعموا يعني بأي طريقة؟ شو الدور يلي بتقدموه بهيدا النهار؟ نعم، أول شيء بندعمهم تنظيميا، عنا 750 متطوع موجودين على كامل المسار. حلو. عم بيأمنوا مسار العدائين، عنا 75 متطوع كانوا موجودين على الانطلاق اللي فيهم بلشوا يعني عملوا حبل بشري ومنهم انطلقوا العدائين بالماراثون. عنا كمان 13 متطوع كانوا موجودين بالخيام، كانوا عم بيوزعوا فلايرز توعية عن الصليب الأحمر وعن شو دورنا بالماراثون، إضافة لجروب كان عم بيركض كمان عم بيشجع الرسالة اللي كان عم تدعي إلى جمعية ماراثون. يعني بعد الخبرة الكبيرة اللي اكتسبتوها سنة بعد سنة بماراثون بيروت، كيف فيك تقيمي هيدي السنة؟ يعني وين الصعوبات اللي بتواجهوها أنتو؟ يعني ما تحكي 750 شخص، يعني ريزو كبير بده واحد يقدر يتواصل معه، كيف تتواصلوا؟ وهل عم تكون الأمور أسهل سنة بعد سنة مع تطور هالسباق؟ نعم، هلا شوي في صعوبة بالتواصل لأنه قدراتنا على قد قدراتنا عم نشتغل، بس هيدا الشيء عم نقدر نعمله لأنه عنا هيكلية وكل واحد عارف دوره قبل ما يجي على الماراثون، يعني الزونات كيف مقسمة، الليدرز مين مسؤول عن الليدرز،
للدرايفرز كيف عم يتنقلوا، مين حيستلم هالمنطقة، وحتى مع جمعية ماراثون بنكون نحن اخذين كل التفاصيل قبل بوقت وعم نشتغل على اساسها. سو لما نكون منظمين قبل صح بنوصل على الارض بالرغم من القدرات البسيطة كان بالتواصل والمعدات، عم نقدر نعمل شغل كتير كبير وعم نبين وعم عن جد الدعم عم بيكون رائع. اكيد يعطيكم الف عافية. ما فينا غير ما نقلكم يعني 100,000 عافية للشغل بتعملوه كمان بالصليب الأحمر اللبناني، هيدا شيء واضح. أنت كيف بتقيمي هيدا النهار؟ يعني كيف بتلخصوا هيدا النهار؟ كيف بتقيموا؟ لأنه كمان اللي بيشتغلوا بيتعب، آخر شيء بس يخلص النهار ويشوف إنه النهار ناجح بينبسط طبعاً وبينسى كل التعب يلي تعبه. كيف شايفين هيدا النهار كله صار؟ هلا النهار أكيد متعب، في شباب صاروا يومين 3 أيام منهم نايمين، يعني بعدهم سهرانين على فرد صحبة ليقدروا يقوموا بهيدا الجهد الكتير كبير. بس شيء المهم نعرفه إنه رسالة الماراثون عم بيوصلوها ضمن رسالة اللي بيعملها اسم الناشئين والشباب بالصليب الأحمر، من ناحية إنه نحن بنشتغل بعدة ميادين إنسانية اجتماعية صحية بيئية، ونشتغل على نشر ثقافة السلام واللا عنف وحتى تقبل الآخر، وهذا الشيء بنشوفه بيتطابق مع الرسالة اللي عم توجهها الماراثون عبر الشعارات اللي عم تنزلها، يعني Run for Peace، نسمع كتير شعارات تدعي للسلام، وهذا الشيء متطابق مع رسالة اسم الناشئين والشباب بالصليب الأحمر. هذا الشيء أكيد نحن بنحب ندعمه شركة بكل معنى الكلمة. أكيد. أنا بدي أشكرك أكيد ميريانا بدر، يعطيك ألف عافية، وصلنا سلاماتنا لكل الأكيب يلي تعب وشغل، لأنه بالفعل بيستاهلوا الكتير لكل شيء عم تعملوه وعم يعملوه. تانكيو لك. وأنا كمان بهمنا وجه تحية لكل المتطوعين اللي جايين من كل لبنان، من كل عن جد أنحاء لبنان، عطوا من كل قلبهم، ومثل ما بنعرف إنه الصليب الأحمر تطوع، سو ما حدا منهم على كل جهود اللي عملون قابض ولا أكيد ولا هيرة. هذا أمر معروف ومحسوم. بشرك من جديد بوقت بنشوف نحن وياكم مشاهدينا تسليم جواز ادوار معلوفي لحل بالمركز الثاني بالسبيشال نيدز، طبعا فرقت معه ثواني قليله عن صاحب المركز الاول. اذا كمان عم يتم تسليم الجوائز لسبيشال نيدز رجال حاليا. ما بدنا نجهز الروبورتاج اللي بدنا نشوفه ولا بنكمل مع تسليم الجوائز لنشوف؟ رح نكمل اذا مع تسليم الجوائز. اسرع ثلاث سيدات لبنانيات في اطول سباق بالعالم ضمن الالعاب الاولمبيه برياضه العاب الاولمبيه. صوره كمان من الجو لمنصه التتويج. قديش سجلوا اوقات وهل فزتوا في حاجز الثلاث ساعات او لا؟ In third place for our Lebanese women elites we have Tanya Abdelmasih. اذا تيانا عبد المسيح يلي حلت المركز الثالث يلي كان ضيفتنا من وقت قليل. تيانا اذا على البوديوم بالمركز الثالث بعد ما حسرت رقمها لحوالي الاربع دقائق وشوي، يعني لحقته ببوسطن من ايام مش من وقت طويل. المركز الثاني لنسرين نجام وشيرين نجام بالمركز الاول عند السيدات اللبنانيات. وسام ترو مدير السباق صار حدي، يعطيك العافيه وسام، يعطيك العافيه. الله يعافيك. ليه صعبت لهم هالقد المسار للرانرز؟ الكل عم بيقول انه كان صعب خاصه البارت الاولي. صح، البارت الأولانية اللي هي كانت لتقريبا عم نحكي 16 كيلومتر صحيح، كانت كتير صعبة ومنعرف هيدا الشيء، ولكن في ظروف معينة انه انت اليوم عندك مسار 21 كيلومتر مع 42 كيلومتر عم بيمشوا مع بعضهم. السمي ماراثون صح اللي هو النص ماراثون. الموضوع إدارة المسار بطريقة معينة فيها صعوبة، لازم تختار شوارع شوي تكون واسعة، ما تكون ضيقة، ما تفوتهم بمناطق ضيقة لحتى لا يقدروا يكونوا عم بيركضوا مع بعضهم. هيدي من الأسباب الأساسية لهيدا الموضوع. هلأ كنا عم نحكي مع المدير السباقات بلندن ماراثون اللي هو موجود معنا كمان اليوم غياس، وكان على مسار السبق يعني طلع بالسيارة الأولى مع المشاركين، كان عم بيقول المسار تبعكم صعب تو مانج، ولكن أنه أنتوا اللبنانية قدرتوا أنه تديروا هيك مسار بغرام من أنه صعب، لانه تلاقي سباقين عم بيركضوا على نفس المسار.
اكيد عم نشوف اللبنانيه هلا. اكيد شيرين ونسرين الجيم وتيانا عبد المسيح اللي حققت مركز الثالث، عملت اذا فينا نقول مفاجاه. تيانا تعرفت عليها تقريبا من يومين، قلت لك من امبارح. ايه تعرفت عليها بالبيبي كاب، قالت لي انه انا ركضت بوستن ماراثون وكان وقتها 3 ساعات 23. اليوم عملت 3:19 صح، وما كانت ضمن ليستة حتى العدائين المحترفين بالليسته تبعنا، دخلت لقيت رانرز باخر لحظات. صح باخر لحظات. اكيد اللبنانيين اللي برا بنتمنى انه كلهم يجوا يشاركوا، وهذا دليل انه السباق عنا ناجح كتير. وعم يستقطب اللبنانيين اللي عايشين برا ليجوا يشاركوا ببلدهم على الأقل. أكيد يعني. أكيد وهيك عم بياخدوا الأوردز ببلدهم قدام عيالهم ولادهم وأهلهم موجودين بيناتهم وهن على البوديوم هلا. هذه هي ثقافة الركض اللي عم تشتغل عليها بيروت ماراثون بالفعل، وواضحة جدا ثقافة الركض قدي صارت منتشرة وقدي في عالم اليوم عم يركضوا لقضية لسبب، و هيدا شيء كتير منيح وشيء كتير حلو. وسام راضي عن يلي كل يلي صار لهلأ؟ يعني بعرف أنا من أكثر الأشخاص اللي بعرف قدي بتشتغلوا كل السنة، ونحن نبلش شغل معكم من قبل 4-5 أشهر إن كان على الأرض أو بالمكاتب وإلى آخره، بس أنت بعد كل هالشغل اليوم الكل أنا شايفه مبسوط، لبل حاسس بالسعادة الكل يعني، بس يلي بيشتغل يلي هو شاغل من الأول هو كمان عليه يشوف اذا راضي عن كل شيء تحقق، راضي كمدير السباق؟ اكيد الحمد لله انه اليوم راضي على الشيء اللي قدمته، بس اكيد بطمح انه بعد نتقدم اكثر واكثر. وين بعد فينا نتقدم اكثر؟ فينا كثير نتقدم. نحن اليوم بالطرق اللي عم نشتغل فيها على الارض هي طرق خليني اقول عم بتكون من اللحم الحي، يعني الموظفين بالجمعيه عم بيقدروا يشتغلوا ساعات كثير ليقدروا يقدموا هيك سباق بهيدي الدرجه من الاحترافيه. أظن بعد في كتير مطارح فينا نتقدم فيها من النواحي خليني أقول التقنية، تقنياً نحن مقدمين كتير من نواحي خليني أقول الاتصالات التواصل على الأرض، هيدي مواضيع قصص تفاصيل صغيرة نحن حنشتغل عليها للسنين اللي جاية. مثل ما قالت غياس فترة من الفترات أنه ممكن ينعمل تراكينج على الـ على الـ على اللايف تي في كمان، هيدي من الاشياء اللي حينشغل عليها للسنين اللي جايه. خليني اقول طريقه الكوميونيكيشن اللي موجوده اليوم بعد بدها شغل، بدنا بعد ثقافي اكثر كمان. نحن كلبنانيه بالركض الجمعيه اللي عملته من 14 سنه لليوم نحن كجمعيه راضيين عنه، ولكن في عندنا كثير احلام ناويين نحققها بالسنين اللي جايه، وخاصة يوم وجود رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بلبنان لورد سيباسياكو. أكيد جمعية بيروت ماراثون عندها أهداف لورا وجوده اليوم، حيكون في مفاجآت قريبا نحن أكيد بقى هيدي هلا عم بعلنها قدامك، عم نشوفه أكيد لرئيس الاتحاد الدولي لورد سيباسياكو إلى جانب رئيس الاتحاد اللبناني للاتحاد ألعاب القوى أستاذ رولان سعادي، أستاذ سعد الأزهري رئيس مجلس إدارة بلوم بانك، ورئيس جمعية بيروت ماراثون مير خليل. يعني ما بعرف إذا بتقدر تكون معنا مي، يعني حابين ننهي معها هيدا النهار، يعني إذا بتقدر تكون مي ووزير الشباب والرياضة يكونوا معنا بيكون كتير منيح لننهي هيدا النهار المميز جدا. هون عم نشوف شوف مرتا كمان. نقولها مرتا بالجيش اللبناني بالمركز الثالث، والمركز الثاني لزاهر زين الدين، في بالمركز كمان الجيش اللبناني حسين عواضة يلي اليوم يعني شيرين وحسين عواضة وكبناهم بشكل كتير كبير، يعني تقريبا كل الكيلومترات يلي قطعوها كنا عم نوكبهم لايف على الـ على الـ على الباركور. حسين عواضة اذا يعني قطع الأربعين سنة وقدر يحسن وقته عن يلي عمله السنة الماضية. نعم. مع انه السنة الماضية يعد مسار اهين من هالسنة. صح. هي بتعود غياس على قد ايه انت محضر حالك لهيدا النهار، قد ايه نفسيا مرتاح قادر تعطي، هيدا هو الموضوع. بقول حسين مكي حسب الوعي بكير كمان. صح صح. قد ايه الواحد بيوعى حاضر بيقدر يعطي. صح، لانه احيانا توعى انت بتكون دقات قلبك مختلفه بالايام العاديه، ممكن يكون هيدا النهار ما حيكون نهارك، يعني ما حتقدر تقدم بالمستوى المطلوب، فهيدي اكيد ظروف معينه. انا بقول كمان حسين ما فينا ننسى انه راح شهر هلا كان بأثيوبيا عم بيعمل تريننج ورجع كمان محضر، فإذا التحضير التحضير هو كتير مهم كتير مهم لهيدا السباق. إذا كنت حاضر قادر تقدم بمستوى منيح. اللي بدي أقوله إنه شيرين أكيد السنة كانت سنة حافلة لها، كانت سنة حافلة في تعب
كانت بريو مش من زمان، من شهرين كانت بريو او شهر ونص، اليوم اجت على ماراثون بيروت وقبلها كانت راكده ماراثون. فانا بقول انه جسديا شيرين اليوم عامله الريكفري المضبوطه لحتى تقدر كانت ممكن تحسن رقمها. بدي رحب اكيد بوزير الشباب والرياضه عبد المطلب حناوي، يعطيك العافيه. الله يعافيك. شفناك على الستارت مع رانيم، بس حبينا تكون معنا على الفينش لاين كمان معنا باستوديو. بتعرف انه نحن عم نحبك ونحب ال بي سي. ما عندي ابدا شك معاليك. معاليك يعني كيف فيك تقيم هيدا النهار يلي بيتخطى الرياضه؟ خلينا نقول يعني هيدا النهار ما فينا نحطه بس نهار رياضي، نهار وطني بامتياز. صحيح. حضور رهيب يعني اليوم كان فيه. صحيح. كيف فيك تقيمه؟ هيدي فينا نقول عنها تظاهره رياضيه بحته. هيدي هالتظاهره الرياضيه تعطي ثقه، وبتعطي ثقة بالوضع الأمني وثقة بالوضع السياسي والاقتصادي، وهو بيعطي كمان صورة للعالم كله سوا حقيقة لبنان. كما أنه هذا اليوم هو يوم فرح، بتلاقي من كل الطوائف من كل المذاهب ومن كل الأحزاب كله سوا مع بعضهم عندهم هدف واحد، من كل الأعمار من كل الأجناس من كل الجنسيات. صحيح. يعني ويلي كمان لفت النظر العدد الكبير يلي كان 47500، وبعدين اضافه الى له عدد الدول الاجنبيه المشاركه. صحيح. يعني وان شاء الله بنتمنى قبل كل شيء بنهنيها للست مي حريري، مي خليل عفوا، والاكيب الاداري تبعها اكيد، لانه على هذا مع مدير السباق وسام طرو يلي حضر. ايه اكيد، لانه سباق منظم وجيد، يعني من احسن سباقات بمنطقه الشرق الاوسط ويمكن على اوسع كمان. بنهنيهم ونقول لهم الله يعطيهم العافيه، وان شاء الله كل سنه الى مزيد من التقدم ومزيد من الكفاءه وصناعه الابطال. وانا كثير مبسوط من هالجمعيه لانها كمان عم بتدرب الناس مشان على الركض 542 للماراثون. انا بشوفهم انا وعم بمشي على الكورنيش بروجرام 542 يلي بحضرهم ليعملوا ماراثون. انا اتمنى على كل الاتحادات واللجنه الاولمبيه والانديه التفتيش عن المواهب وصناعه اكاديميات لكل انواع الرياضه ان كان الفردي او الجماعي، لانه صناعه الابطال بتكون من الاكاديميات، لانه عندنا الابطال بلبنان عم بيطلعوا بجهد اجمالا من جهد اهلي وفردي. لنعمل صناعه ابطال لبنانيين لازم يكونوا عبر الاكاديميات. اكيد. بوقت عم نشوف نحن وياك معاليك ووسام تسليم الجوائز للمراكز الثلاثه الاول عند السيدات يلي ما صار فيه رقم قياسي، بس بنفس الوقت بدي اسالك، اتهمت انه انت بتدعم الجمعيه وعملت قصه كثير كبيره، رديت عليها ببرس ريليس، بس انا بدي اسالك هلا، هل هو اتهام اذا حدا دعم حتى جمعيه؟ انت جاوبت انه ما دعمت، بس حتى لو دعمت هل هو اتهام؟ لا ابدا غلط، بس نحن بنحكي الحقيقه. قالوا انه 500 مليون، نحن ما دعمنا ب 500 مليون، بعدين هي بتستاهل الدعم. هذا كان مثل السنه الماضيه صار بنفس الطريقه هجوم على موضوع ماراثون بيروت، وهذه السنه كمان نفس الشيء اخذت عبر احد المواقع الالكترونيه، قال انه وزير الشباب والرياضه هي كان فيها اساءه، يعني اذا بتاخذها لانه عم بيقولوا انه في ولايه تصريف الاعمال او بنهايه كاني هربت. انا ما بهرب، انا عسكري وصادق وما بخاف من حدا. نحن بنعرف هالشيء اكيد. وانا محب للرياضه، واذا كان في مال لدعم هذه الجمعيه ادعمها وما بخاف من حدا. وتفتخر انه بتدعمها اكيد. يعني اكيد إنه. والدليل اللي شفناه اليوم. نعم. يعني بتصور رديت على هيدا الامر. نعم. بس ما بيحتاج اكثر من هيك صراحه. بالفعل القافله تسير. بالفعل القافله تسير. صحيح. هيدا اهم شيء، يعني بعد هيدا النجاح الكبير يلي شفناه اليوم القافله تسير 100%. تسليم الجوائز، اذا برجع بذكر المراكز الثلاثه الاول عند السيدات قبل ما نوصل لتسليم الجوائز عند الرجال مع نهايه البوديوم طبعا على منصه التتويج. يعني بنعرف معاليك انه هلا عم يتشكل حكومه جديده، وممكن تكون هيدي اخر ايام للحكومه الحاليه حضرتكم كوزراء، بس كوزير شباب والرياضه قد ايه بتكون مبسوط انه ممكن تكون اخر ايام لك كوزير بهيك حدث رياضي كثير كبير؟ يعني اول قبل كل شيء انا كللت ان كان على الصعيد الرياضي او على الصعيد الاداري، انا مع دعم
المناطق خارج العاصمة. فبقى بآخر فترة دعمت بلديات بكل المناطق اللبنانية لإنشاء منشآت رياضية لحتى الشباب بالمناطق يلي البعيدة يلي هي فيك تستغلها، وهني أصحاب مش معناتها أصحاب أهالي الساحل ما عندهم هالبنية، أصلا المواهب بتكون دايما خارج المدينة يعني صحيح. مش داخل المدينة، مشان هالنوادي إن كان خارج المدينة تقدر تكتشف المواهب الرياضية وما أكثرها. أكيد وما أكثرها. يعني يعطيك ألف عافية. خبرنا مين ممكن يجي، مين ممكن يخلف الوزير عبد المطلب حناوي؟ والله انا لمين حتسلم هالحقيبه يلي للاسف يعني للاسف ورح اقولها بصراحه تامه. نعم. حاسسها كانه عطينا ما عطينا دور ثانوي، يعني لما نحضر روبورتاجات عن الحقائب بشوف وزاره الشباب والرياضه ولا وكانها نعم. اكثر من ثانويه. هي للاسف هذا بلدنا تركيبته هيك السياسيه والطائفيه والتحاصصيه. بتطلع بدول العالم برا، زرت وزراء الشباب والرياضة ولا سيما آخر فترة بأنقرة، شفت وزارة الشباب والرياضة قديش هي قوية وغنية ومهمة ومهمة، وعندها الإنشاءات الرياضية وعندها كمان مباني أو منشآت رياضية لصناعة الأبطال الأولمبيين. فهذا يعني أنا بفتقده أنه ما عندنا إياه أبدا، لأنه السياسيين عندنا بحسوا أنه هذا الموضوع هو شأن ثانوي، إنما هي أساسية يمكن أكثر من ثانوي كمان لكون بس هي أساسية، لأن هي تصنع الشباب وتصنع الرياضيين والمستقبل. وهذا المجتمع اللبناني مؤلف من هؤلاء الشباب، لما بتصنع شباب عم تصنع مجتمع صالح. أكيد. حالياً تسليم الجوائز للمراكز الثلاثة الأول وسام، يعني المراكز الثلاثة يلي اتحققوا اليوم وما صار فيهم رقم قياسي، يعني كنا متوقعين يكون في رقم قياسي لكن هيدا الشيء ما صار. خليني أقول غياس اليوم كان الطقس كتير حرارة، وإضافة إنه الحرارة كان فيه كتير رطوبة، الرطوبة كانت كتير عالية، الرطوبة بتأثر كتير على العدائين، ما بيقدروا يعطوا مجهود الزيادة، ولكن قدروا عطيوا اللي عندهم. وصار في نحن بنعرف تقنيا شو في القصص اللي صارت، كان عندنا البيس ميكر واللي هن الارانب صار عندهم مشاكل على الطريق كمان، انسحبوا ما قدروا يعطون البيس اللي لازم يمشوا فيها، بالاخص مثل ما قالت 16 كيلومتر اول 16 كيلومتر كانوا شوي صعبين، ولكن المسار صار اسهل، قدروا حسنوا وقتهم بالمرحله الثانيه من السباق، ولكن بالمرحله الاولى كانوا تاخروا. هي أثرت كثير يعني أعطتهم هيك شيء أمر سلبي، يمكن ما قدروا رجعوا عوضوا، بس الكل كانوا بالبارت الثاني أسرع من البارت الأولي، وهذا أمر كان واضح. هون عم نشوف أستاذ رولان سعادة رئيس اتحاد اللبناني للألعاب القوى عم يسلم كمان هيدا إدوين كبتو. إدوين كبتو بالمركز الأول. منشوف ليمو اليوم إجا بالمركز الثالث اللي هو كان بالمركز الأول، ليمو جاكسون نعم يلي ما قدر حافظ على لقبه. معليك مين ممكن، مين بتتمنى يخلف عبد المطلب حناوي؟ أتمنى أنه يلي بده يجي وراي يعتني، أنا اعتنيت قد ما فيي أنه يكمل مسيرة الاعتناء بالرياضة والرياضيين والذهاب إلى البشر وليس الحجر في بداية، لأنه البشر شغلة مهمة في لبنان حسب عم نشوف، خصوصا جيل الشباب الذي يتعاطى الأرجيلة والدخان وما غيره، لأنه صناعة الشباب هي صناعة للمجتمع، تصنع بلبنان شباب متحضر ورياضي. شو العقبات يلي واجهتها بمسيرتك وزير الشباب والرياضة؟ شو أكتر عقبة هيك حسيتك هيك كتير مؤثرة وما قدرت؟ لا أنا من أول ما جيت على وزارة الشباب والرياضة أجوا لعندي اللجنة الأولمبية، وأنا أكيد يعني من أنه التمني تبعي لن يتحقق، قلت لهم بيعدوا الاتحادات والأندية عن السياسة، لأنه هيدا شيء أمر مش وارد بلبنان. هذا أكيد أكيد، بس أنا هيدا أتمنى لازم نتوجه للرياضة بغض النظر من هو الشخص ومن هو الاتحاد ومن هو النادي، لازم نتفرغ للرياضة بشكل صحيح ونعطي الرياضة بغض النظر عن المذهب وعن الطائفة وعن السياسة وعن الحزب، ونتجه إلى صناعة الأبطال. هذا أمنيتي وأكيد أنا لن تتحقق. أوف.
كلام قوي هيدا. ايه لانه عم يدخلوا السياسي في الرياضة، وهذا يعني ما بدي اقول من المعيب، هذا منه من المستحسن ان يكون في الرياضة في لبنان وفي اي رياضة في العالم. اي اتحاد حبيت اكثر شيء التعامل معه؟ لا كل الاتحادات تعاملت معها سواسية سنبك، انما مثلا في عملت يمكن سواسي، بس اي اتحاد حسيت في انفعال ايجابي معك كوزارة شباب والرياض؟ اي اتحاد او اي جمعية يعني. لا كلهم ما فيني انا فرق، بتعرف من منظاري انا كوزير للشباب والرياضة اتعاطى مع الكل بنفس المنوال، انما الرياضة او اللعبة الجماعية في لبنان التي وصلت للعالمية هي كرة السلة، حبيت انه يكون معنويا وماديا ادعم اتحاد كرة السلة. رح ننتقل لزميلنا جوزيف ابي شاهين يلي رح ياخذ مقابله من رئيس الاتحاد الدولي. ما عم نقدر نسمعه اذا للورد Many, many congratulations to the organizers, to the volunteers, to the athletes, and to all of you that have come along and supported us today. Fantastic. Did you like Lebanon? I loved running. Beirut is a beautiful city. I will come back. شكراً. Thank you, Lordko. Lordko راح يرجع على بيروت. رئيس على لبنان قبل لكن بزيارة سياسية. اليوم إجا بزيارة رياضية. ما إذا وصال عنده معلومة عن هيدا الأمر. أكيد نحن حنخليها مفاجأة. الجمعية عم تشتغل شيء لقدام، إن شاء الله بيكون اللبنانيين عندهم شيء بلبنان بيحلموا فيه، اللي هو جمعية بيروت ماراثون بتحلم من زمان إنه يتنظم شيء دولي بلبنان، وهيدا اللي هلا عم ينشغل عليه مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى. نتمنى إنه هيدا الشيء يحصل. اليوم كان في مراقبين دوليين موجودين، كان عنا مدير السباقات بلندن ماراثون لمدة 30 سنة اللي هو هلا مستشار ل سابكو، كان موجود معنا على مسار السباق عم بيراقب العملية التنظيمية لهيدا السباق، وحسب ما اجت المعلومات معلومات كتير إيجابية. بنتمنى انه الخبر بيكون بأقرب وقت ممكن للبنانية وبنعلنه. اكيد يعني هذا الشيء كمان نحن بنتمنى يكون موجود بلبنان. انا معليك بدي اشكرك اكيد لوجودك معنا. بعرف قد ايه بتحب الرياضه وبتغار على الرياضه، وانا يعني هون رح اقول شيء يمكن مش كلها، بس انا بعرف بحيالله حدث رياضي تكون موجود، اول مسج بيجي من وزير الشباب الرياضه بيدعمني فيه لحيالله تغطيه، وانا بشكرك على هالشيء. حبيت اشكرك على الهوا. الله يخليك. تسلم. انت كمان صرت رمز للاعلام الرياضي. تانكيو. لانه يعني مع احترامنا للبقيه، بس اذا ما كانت انت ما بتحس هالوهج الرياضي والحماس اللي بينعطى للعبه. تانكيو. انا بشكرك كمان معاليك. بنشوف ريبورتاج بعد يمكن ريبورتاج اخير وبنرجع بنتابع. عشر سنة وبقينا عم نركض بدون تعب. من هون لهوني شريك انت شريك بالبيت ما بخليك، ومن حقني وسبقني بالماراثون. 13 سنة وسنة عن سنة كنا عم نكبر. عشر سنة تحديات والكل بحالة خوف وقلق. ما تخلفنا على الموعد من 13 سنة. يوم السباق بركتنا الشمس بخيوطة وفتحت شوارع بيروت قلبة للعدائين اللي شاركوا تحت شعار أركض بيوم بيشبه عرس للإرادة اللي ما بتنكسر والحلم اللي ما بينهز. محبة، سلام، ركض، كلمات انطبعت على أساور زينت إيدين العدائين كبار صغار ومن كل الأعمار. انطلقوا بحضور ضيوف من شخصيات رسمية محلية وأجنبية ومشاركة بارزة للعداءة البريطانية بولا رادكليف حاملة الرقم القياسي لسباق الماراثون عند السيدات. ولأنه لكل شيء نهاية وصلنا لحفل تتويج الفائزين والفائزات. هون تحطمت الأرقام القياسية وانطبعت الصورة بوجوه منتصرة وإيدين رافعة كؤوس وصدور مزينة بميداليات،
وفاقت الجوائز المالية 150 ألف دولار. وهيك طوينا صفحة سباق العام 2015 وما قبل من السنوات اللي واكبتها النجاحات بحضور شخصيات رياضية بارزة مثل العداء الأثيوبي الأسطوري هايلي جبراسيلاسي، فيلسوف سباقات الماراثون وأمبراطور تحطيم الأرقام القياسية، وشخصيات فنية مثل لطيفة التونسية اللي بترأس جمعية خيرية تفاعلت مع الجمعيات الخيرية بلبنان. كرمالك يا لبنان طلينا بأحلى لون، خلينا كل الكون شارك بالماراثون. كرمالك يا بيروت ودينا عالمي، يا أرض الكرامي قومي بالسلامي. 8 سنين من 2005 لل 2012 كانت الرعاية من قبل بنك لبنان والمهجر، وكنا سوا إيد بإيد والقلب على القلب والكتف بجنب الكتف. 8 سباقات كانت عم بتأسس لهالحدث لينطلق للعالمية ووصل. برجع من جديد للاستوديو وبستقبل جمانة عطلة من برايف هارت. اسم الله عليكم برايف هارت يعني. وكمان كاتيا راشد عداقة، بس انا اليوم رح اسمع رح استقبلك كعداقة ولا كعضو اتحاد العاب القوى، شو بدك؟ بدك اياها الاثنين. مالك مبروك اول شيء لانتخابك باتحاد العاب القوى كاتيا راشد. جمانة برايف هارت حوالي 2500 شخص اليوم. اسم الله حياتك. اكبر فريق، اكبر فريق، اكبر فريق، اكبر فريق، تلاميذ كبار صغار، اكبر فريق. كل سنه 13 سنه على التوالي نحن مواكبين الماراثون. تاسسنا على خطى اول عداء بماراثون بيروت، وحقيقه اقدم جمعيه بتساعد بامراض قلب الاطفال، فنشاط مثل نشاطنا هيك بيساعدنا نلم تبرعات لننقذ. هذا اللي بدي اسالك عنه، قد ايه اليوم يعني ماراثون بيروت كان منصه لحتى تقدروا تجمعوا مصاري لتقدروا اكيد يعني بنعرف الهدف الانساني يلي برايف هارت بتشتغل عليه، قد ايه كانت هالمنصه منتجه اذا فينا نقول؟ يعني بنعرف يمكن بعد كم يوم شو الانتاج الاخير، بس حقيقه انا بقدر اكد لك انه في على القليله بين الخمس عمليات والعشر عمليات رح تنعمل من وراء هالنشاط. واو يعني ما ما في احلى من هيك مسج بتصور. هيدا برد على كل المنتقدين مؤخرا، عم نسمع كثير انتقادات لبيروت ماراثون. يعني هيدا الشيء اللي قلتيه انه بين خمس وعشر عمليات من وراء بيروت ماراثون لأطفال بحاجة لهالعمليات، بتصور جواب وصل؟ بالعكس، ولا انتقاد ولا كلمة. ما في ولد، ما في عداء ما عم يركض من قلبه، لأنه بيعرف أنه كل خطة رح تساعد بعملية طفل. كل سنة عم نقدر أن مع ماراثون بيروت عم نقدر نساعد حوالي 10 أولاد بعملياتهم. هيدي منا شغلة قليلة أبداً أبداً. أكيد أكيد. يعني بس قلتيلي هلأ بخمسة عشر عمليات، بصراحة هيك جمدت. يعني حياة عشر أولاد. كاتيا يعني أنتم بتركضوا وبتركضوا كمان كرمال رسالة. أكيد. يعني برايف هارت بيشتغلوا من أنجل تاني، أنتم بتشغلوا من بطريقة مختلفة. صح. شو رأيك بالشي اللي قالته؟ أكيد جمعنا. يعني أكيد نحنا دايماً بنركض كرمال جمعيات، وأنا السنة الماضية كمان ركضت كرمال جمعية وعنا بعمليات قلب للأطفال. حلو. اللي كانت الهارت بيت، وكمان بكره بسبق اللي رح نحكي عنه. أكيد. رح اركض كرمال حمايه يلي بتهتم بالاطفال يلي عندهم مشاكل او يعني بيتعرضوا لتعدي. فاكيد نحن هيك عم نركض، فليش ما بنستفيد من الركض تبعنا، منوصل رساله، منخلي الناس تسمع انه في جمعيات بحاجه لمساعده. ما نحن هيك عم نركض، فخليها يكون نعطي قيمة إنسانية أكثر من وراء الرسالة. يعني في عالم 100%. صار لأنه ثقافة الركض تغيرت، يعني صار واحد هلأ من وراء الرسالة عم ببلش يركض، وفي 100%. عالم أصلاً أوريدي بتركض، صارت عم تركض كرمال رسالة. وهيدا الشيء الحلو يلي اليوم. يعني بدي أسألك عن مسار السباق، أنت ركضت اليوم الماراثون 42 كيلومتر، حققت المركز الخامس لبنانيات بفتكر، والثانية لإيج جروب. صح. هي كان بالنسبة لي تمرين، لأنه أنا بكرة مسافرة عندي ألترا ماراثون. خبرينا على ألترا ماراثون اللي عندك. أنت اسم الله عليك ما بتعمل غير ألترا ماراثون، بتنقيهم كتير صعبين. هيدا تاني ألترا ماراثون السنة.
بال 2016، الاول كان 2015 بالصين احرزت المركز الثالث، بايار المرأة 2016 احرزت المركز الثاني بناميبيا وتاهلت على الانتاركتيك على الكتب الثلج. فمسافره بكره، مسافره بكره لاقدر اوصل لسبت الجاي، يعني من بكره على الكتب النوبي 250 كيلومتر. على كم نهار؟ سبعة أيام. على سبعة أيام، يعني تقريبا كل يوم ماراثون. كل يوم ماراثون، أول أربعة أيام، اليوم الخامس 80 كيلومتر. واو. وآخر يوم 10، وكمان لجمعية خيرية لكرمال يعني جمعية. قبل لو ما قلتي لي كمان لجمعية كنت بسألك شو صار عليك، بس قلتي لي بس كمان لجمعية خيرية خلص. أنا الحمد لله إني تأهلت، يعني ما بدي كان روح تأهيل علي. والحمد لله قدرت أمن كل السبونسرز ومبيناتهم أكيد جمعية بيروت ماراثون يلي عطول عطول، بالإضافة للشركات الباقيين ساجس هاي سكول، هاي تك فتنس، مع فرجي هادي موجه له تحية أكيد، أكيد. فالحمد لله يعني قدروا أمنوا لي كل الأشياء اللازمة، وشربي السلامة أكيد رئيس اتحاد التزلج وهاي تك فتنس، فحمد الله وكرمال حماية وبيروت ماراثون، فشو بدي أحسن من هيك يعني. أكيد يعني بريف هارت عندها خبرة كتير كبيرة ببيروت ماراثون، كيف شايفة تطور هيدا السباق؟ حقيقة كل سنة أحلى من سنة، أنا بقدر أقول أنه هالسنة كبار والتنظيم هائل هائل هائل، يعني مرق كله بكل سهولة، وبتصور الكل مبسوط، فيك تشوف من الجمهور ومن العدائين ما سمعنا ابدا اي تردد او اي انتقاد. شو رايك بالعدد المشارك؟ يعني اليوم عم نحكي ب 47500، صار التحدي كثير كبير. مش بس هيك، اللي حلو انه في جيل ناشط، جيل صغار عم بيركض الخمسة كيلو وعم بيركضهم، وفي الجيل اللي عم بيطلع هلا بلشنا النص ماراثون كمان، في عدد كتير كبير بال 21 كيلومتر. هيدا اللي بدي اساله عنا لكاتيا، يعني كاتيا وجود ال 21 كيلومتر كمان ضمن رزنامة بيروت ماراثون قد ايه رح يعطي اضافه للسنوات المقبله؟ هلا انا اللي شفته واللي كنا حكينا فيه بالجمعيه انه اللي عم يركضوا 21 طلعوا من العشرة لل 21، فصار عندهم تقريبا نص مسافه ال 42، يعني صاروا محضرين حالهم، فسنت الجاي باذن الله ال 21 بيطلعوا على 42. تقريبا توقعوا بين 40 و50% من اللي عملوا 21 هالسنه. مزبوط. يعملوا ال 42 كي السنه المقبله، واذا صار هيك يعني بنصير عم نقرب على حوالي ال 2000 شخص عم يشارك بماراثون بيروت. أكيد. وهذا رقم اكيد جيد. ان شاء الله. لك غياس، انا راكده برا ماراثونات، ابدا تنظيم ماراثون بيروت ما بيقل ولا 1% عن التنظيمات اللي برا، فبالعكس حتى في اشياء هون زياده. هلا انتم كمان ما كنتوا عم تحضروا، لما ترجعوا تحضروا رح ترجعوا تشوفوا شيء كثير حلو بالفعل، كان اليوم رائع جدا على كل الاحوال. الحمد لله. اذا بتحبوا بعد تقولوا اخر كلمه تفضلوا. انا بدي اقول لكم عن جد يعطيكم الف عافيه، كل واحد من ناحيته، لانه كل واحد اشتغل بطريقته لانجاح هيدا النهار. نحن بنحب نشكر العدائين كلهم من اصغرهم لاكبرهم، والاليت رانرز مثل كاتيا اللي كمان واكبونا وفهموا، والشركات اللي فهمت انه اذا بنركض لهدف، هدف انساني، عم نقدر نوصل وعم نقدر نساعد كثير اطفال. اكيد. ف 3000 ولد من وقت ما تاسست بريف هارت من 13 سنه، هيدا مش قليل. اكيد. هيدا الفضل بيرجع لكل واحد واقف معنا والاعلام ما على راسهم. ثانك يو لكم. كاتيا اخر كلمه، وبنقول لك كمان جود لك. ماشي. انا بحب لك يعطيك العافيه، وكبنا من الصبح. واكيد بقول لكل العالم يلي بعد لهلا ما ركض بماراثون بيروت، ما عنده غير يرجع يجرب سنه الجاي، لانه اللي بيجرب مره ما بيقدر ما يعيد. بيتعلق عن جد، بصير عنده ادمان، وحلو الادمان على الركض وعلى الرياضه. اكيد. بشكركم كاتيا، بشكرك جمانة. بتوقف مع روبورتاج جديد، وهالمره مع الايدلز. حلم الركض خلق قبله، بمجرد ما انزل على المضمار هدف واحد، كون اول من بيوصل على خط النهايه. هالرياضه علمتنا الانضباط وقيمه الوقت، عشر من السنه متمرن سنين تنحسنه، ممكن يربحنا سباق او يخسرنا. كسرت ارقام قياسيه كثيره، وبعدني بحمل الرقم القياسي الاول بلبنان. حققت بطولات عالميه كبيره، وشاركت بثلاث العاب اولمبيه، وبعدني ناويه اركض لبعيد. أنا وصغير ما كنت شايف إلا شيء واحد بس بحياتي، فوتبول.
تعبت كتير وبمحلات قربت للاستسلام، بس الإرادة ودعم أهلي كانوا أقوى. علمت إنه الأبطال ما بتصنعن الصدفة، بيصنعن الشغف والإصرار وفرحة الهدف يلي ما في فرحة بتوازيها. علمت إن الرياضة أخلاق، وهيدا اللي وصلني لمطارح بعيدة كنت أحلم فيها لمنتخب لبنان. بس حتى وصلت لبعيد ركضت لبعيد. شاركوا معنا بسباق بلون بانك بيروت ماراثون يوم الأحد 13/20/2016. من جديد كمان للاستوديو مع ضيف جديد، وهالمره مع معتصم شحادة نائب المدير التنفيذي لهواوي موبايل المشرق العربي. نعم. غلطت بشي غلطه ولا ماشي الحال؟ برافو. خبرني معتصم، ليه انتو عم تشاركوا بيروت ماراثون هيدي السنه الاولى؟ هاي السنه الاولى بالنسبه لهواوي ليه هلا؟ وبصراحه يعني غياث احنا جدا فخورين بالمشاركه بهذا الماراثون الرائع. يعني انا شاهدت اكثر من ماراثون بحياتي، بس احلى من هيك تنظيم واكثر من هيك افشنسي بالتغطيه صراحه لم اشهد. ف جود لك تو اول اوف يو، انا ام ريلي براود انه احنا شاركنا بالماراثون. طبعا شو لفت لك نظرك اكثر شيء بهيدا النهار؟ ما زال عندك خبره اكيد مثل ما قلت لي بباقي الماراثونات. شو لفت لك نظرك ببيروت في الماراثون بالذات؟ نسبه المشاركين كانت كثير عاليه، والتنظيم كان كثير رائع. يعني انتوا خلينا نحكي احنا، لانه انا بضم حالي برضه للبنان، رقينا بمستوى هذا الماراثون لمستويات عالميه بصراحه، وهذا لفت نظري. عدد المشاركين كانت رائعه جدا وكبيره، والتنظيم كان بريليانت ورائع. شو الاهميه بالنسبه لهواوي لتكون موجود اليوم؟ هي زي ما تعرف انه هواوي معناها هي شركه الشعب، وحتى نسبه المساهمين بهواوي بحدود 96% من الموظفين نفسهم. فاحنا طبعا الكفاءات الشابه واللوكال تالنتس والمسؤوليه الاجتماعيه جزء اساسي من شغلنا في بهواوي. علشان هيك الماراثون كان يمثل كل هاي المبادئ اللي احنا فعلا نحترمها واللي بنعمل على تقويتها دائما باي مجتمع احنا بنكون فيه. شو بتتمنى شيء زياده يكون كان موجود اليوم وما شفته؟ المشاركة الدولية كانت رائعة جدا بصراحة. بحاول أفكر بإيش ممكن نضيف على هذا الماراثون، بس كان التغطية رائعة، نسبة المشاركين رائعة جدا، والتغطية LBC طبعا كانت ممتازة جدا. على مدار الساعة كمان حضرت الصبح فما أعتقد أنه في أي إضافة ممكن تنضاف لهيك ماراثون. يعني انا بدي اتشكرك استاذ معتصم شحاده، يعطيكم الف عافيه. مثل ما دائما بنقول يعني، وكنا عم نحكي من امبارح لليوم، انه بالنهايه انتم منكم سبونسر، انتم شركاء. صحيح، انتم شركاء، وهيدي الفعاليه وهيدا النجاح. لما يكون طبعاً واحد شريك بكل معنى الكل بيكون مبسوط، والكل بيقدر يوصل للنجاح. بالضبط. ويعني احنا صادفت الماراثون مع اطلاق هاتفنا الجديد اللي هو نوفا بلس، والسلوغن تبعه تحدي التوقعات. وانا شاهدت يعني المواهب اللبنانية والقوة اللبنانية ما شاء الله رائعة كانت. حضرتك أي جنسية بتحمل؟ من الأردنية. من الأردن. ما بدي لك من لغتك. صحيح. ومعتصم اسم كثير كثير موجود بالأردن. صحيح. نحن بنشكرك وبنحيي كمان أكيد الشعب الأردني إذا عم يحضرنا على LDC، بنحييه. بتشكرك لوجودك معنا، وبتوقف مع روبورتاج جديد. ثانك يو. أهم إنجاز عملته هو إنه قدرت أكسر حاجز المستحيل يلي موجود فيه. قدرت أعمل 3 إنجازات عالمية، إنجازات خلت المجتمع العلمي يدرس قدرات عقل الإنسان وطاقاته. أهم تحدي بحياتي كان بأول خطوة عملتها، لأنها خلتني أزرع أول أرزي بأرضي، وخلتني سير واحد من مجموعة أشخاص عم يمشوا لقدام. أنا اليوم معكم لنكسر حاجز المستحيل ونركض لوطن بيشبهنا. معكم مايكل حداد، سوا منركض لبعيد. لاقونا بسباق بلون بانك بيروت ماراثون يوم الأحد 13/20/2016. أنا أندريا باولي، ولما كنت صغيرة كنت أعشق الرياضة، أحضر الألعاب الأولمبية وأحلم أرفع علم لبنان بالعالي. بس هالحلم بده تضحية ووقت ومثابرة، بده نتحدى مفهوم الرياضة والاحتراف بلبنان. وهيك حققت حلم، ربحت ميداليات ببطولات عالمية وتأهلت على الألعاب الأولمبية.
رح اركض لمطرح ما حلمي بيوصلني، رح اركض لبعيد. شاركوا معنا بسباق بلومبانج بيروت ماراثون يوم الاحد 13 تشرين الثاني 2016. انا زياد ابي شاكر، وقصتي مع النفايات قصة حب من اول صف اخذته بكلية الهندسة، وقصة امل لنغير نظرة الناس للنفايات من انها عبء على انها مورد اقتصادي. من بعد اخطر ازمة نفايات بتمرق على البلد يلي حركت شعب قرفان تينزل على الشارع، تأكدت انه الرؤية البعيدة يلي اتبعناها هي صح. انا من حزب التفاؤل والرؤية البعيدة، المهم يكون نفسنا طويل تنركض للبلد وتنركض لبعيد. شاركوا معنا بسباق بلومبانج بيروت ماراثون يوم الاحد 13 تشرين الثاني 2016. أجواء بيروت ماراثون، بلومبانك بيروت ماراثون مكملة أكيد. عبدو سعد مسؤول التواصل، نعم. الاسم كتير حلو، دوني سان كونتي، صح، العطاء بلا مقابل، يعني الترجمة تبعه كتير حلو. كتير حلو هيدا العنوان. ليه موجودين اليوم ببيروت ماراثون وشو دوركم؟ نحن مش أول سنة على فكرة، يعني نحن صلنا يمكن هاي خامس سنة بننزل ببيروت ماراثون. عنا تشيرينج ستيشن، كل الرانرز بيقطعوا من عنا، من هيصلون، من حمصون ليكفوا الريس. ونحن كمان في حوالي 1700 شخص عم يركضوا تحت اسمنا هالسنة، يعني هي أول مرة بيكون هالقد العدد. 1700 رقم كبير، رقم كبير الجمعيات، يعني. نعم نعم، يعني هي أول سنة. حوالي 2500، صح. يعني أكبر، صح. جمعية، مزبوط. نحن هي أول سنة بنحط تقل كبير على الماراثون، لأنه شفنا أنه في كتير عالم بحبوا يركضوا، شركات، مدارس، جامعات، أفراد، عيال. كيف قدرتوا تستعملوا الماراثون كمنصة لتقدروا مثلا تقدروا تدخلوا بركي مصاري، تدخلوا يعني توعية عن الموضوع؟ اكيد. نحن اول شيء الهدف الاول والاساسي هو التوعية عن اهمية التبرع بالدم. حيلا حدا بيقطع التشيرينج ستيشن تبعنا، لو مساج هو سامبل كتير وبسيط كتير، تبرع بالدم، ركود على بنك الدم، بتوصل فكرة انه في اهمية لهذا الموضوع كتير العالم ما بتعرفه. هي اول شغلة. شغلة تانية اكيد بالناحية المادية، نحن بطبيعة الحال مثل حيلا جمعية بنستفيد من الدعم يلي بقدم لها بيروت ماراثون على كل شخص بيركض تحت اسمنا. ونحن قدرنا اكيد نستفيد من هيدا المنصة، خاصة انه بيروت ماراثون معروفة كتير وكل العالم بيشاركوا فيها من كل الاعمار ومن كل الاودينس. فنحن قلنا ليش لا نستفيد من هالمنصة لنقدر نجيب دعم للجمعية. بعد الخبرة اللي عندكم، يعني هاي مش السنة الاولى، هاي السنة الخامسة تقريبا، نعم. كيف شايف تطور هيدا الحدث؟ يعني اسم الله ما بعرف اذا كل سنة الرانرز اكتر من الرانرز مش عم بتساعد طرقات بقى عن جد. اسم الله، يعني هالسنة الشوارع نحن وين ما كنا على مدخل شارع الحمراء اوفر كراودد، العالم يعني فوق بعضها عن جد بكل معنى الكلمة. كل مرة من كل سنة من خطوة لقدام لأكتر لقدام. فإن شاء الله عطول بيضلوا بهالهمة جمعية ماراثون بيروت وبيضلوا عم يدعموا الجمعيات اللي مثلنا. هل عانيتوا صعوبات شيء؟ لا أبدا، بالعكس تنظيميا شابوبا، كل شيء يعني اكسبوجر شابوبا، كل شيء اسم الله عليهم. وإن شاء الله ما بتكون أكيد المشاركة الأخيرة نحن عندهم. يعني آخر كلمة بتحب تقولها عبدو سعد؟ بحب أقول أول شيء أنه موضوع التبرع بالدم مهم جدا، وللأسف معقول يطالنا كلنا من كل الأعمار من كل الأجناس، ما أنه موضوع هين أبدا. بدعي الكل أنه يقدر ولو كتجربة بس أنه يجرب يتبرع بالدم، يساعد حدا خيه الإنسان. لهلأ بعد ما في بديل للتبرع بالدم، فيمكن هيدي فرصة لتضل كل واحد يحس حاله عن جد بإنسانيته تجاه خيه الإنسان. فإن شاء الله عطول. أكيد، يعني مسج كتير مهم نهيت فيه. عبدو أنا بتشكرك لوجودك. مرسي لك يا معنا بهيدا نهار، يعطيكم ألف عافية وسلام لل 1700 شخص اللي شاركوا اليوم. مرسي كتير غياس، تانكيو، يعطيكم ألف عافية. إذن مشاهدينا، يعني عم نقترب من نهاية هيدا النهار. رح كون معي بعد يمكن ضيوف، إذا بعد معي ضيوف ما بعرف رح نستقبلهم بركة بوقت. عم نشوف أكيد صورة من الجو للنقطة الموجودين نحن فيها، نقطة الوصول. هيدي النقطة يلي بعد لهلا عم يوصل أكيد عالم، يعني بتعرفوا الماراثون المشاركة فيه منه بس للربح، منه بس للفوز أو لتحقيق الأرقام، المشاركة فيه لحتى للمشاركة، يعني لحتى يقدر ليقدر أكيد ليقدر يلي عم يركض يحقق شيء بحياته. في كتير عالم يعني بيكون عندهم إيه
التارجت بيبقى تارجت انه يعملوا بحياتهم ولو مره واحده ماراثون اللي هو بطول 42 كيلومتر و195 متر. هيدي الدرون عم تاخذنا. اذا بستقبل وصلحوا لي كمان، يعطيكم اول شيء الف عافيه مروه الكيك مديره البرنامج الوطني للتطوع، مزبوط، وحنين السيد منسقه برامج التنميه البشريه بالبنك الدولي. نعم، اول شيء اول كلمه بدي اقول لكم يعطيكم العافيه. ثانك يو سو ماتش. بعرف عندكم دور كان كبير اليوم، خبروني عن دوركم ببيروت ماراثون، ليه انتم موجودين ببيروت ماراثون؟ اكيد رح بلش بس بانتروداكشن صغيره لحتى اعرف عن البرنامج الوطني للتطوع يلي هو برنامج منبثق عن وزاره الشؤون الاجتماعيه، من اهم اهدافه هو انه يجمع الشباب على التطوع بعدة محلات من لبنان، اكيد يعني to cover all over Lebanon. اشتغلنا سنة الماضية مع الجمعيات غير الحكومية، اعطيناهم تمويل لحتى ينفذوا برامج ومشاريع تطوعية مع الشباب اللبناني يلي بتراوح اعمارهم بين 15 و 24 سنة. السنة عم نشتغل مع الجامعات والمدارس، كمان عم نعطيهم small grants او هبات صغيرة لحتى ينفذوا مشاريع تطوعية. نحن معكم اليوم، اول شيء thank you على استضافتكم، thank you غياث، لانه نحن عم نشتغل مع بيروت ماراثون اسوسيشن وامنا 100 متطوع من الان في اس بي من البرنامج الوطني للتطوع لحتى يساعدوا المشاركين من ذوي الاحتياجات الخاصه. فكمان لكم يعطيكم العافيه وثانكس اجان على استضافتنا. نحن كمان مع فريق البنك الدولي الممثل بالسيده حنين السيد كثير مبسوطين انه نحن مع بعض اليوم، لانه الورد بانك هو الممول الاساسي للبرنامج الوطني للتطوع. حنين خبرينا اكثر. اول شيء بحب اشكر بيروت ماراثون لهيدا الحدث المهم اليوم ببيروت بلبنان كلها. بالبنك الدولي احنا بندعم قطاع الشباب وبنؤمن بنفس هدف اللي هدف بيروت ماراثون اليوم اللي هو السلام والحب، بيس اند لاف، عبر برنامج التطوع اللي عم ننفذه مع وزاره الشؤون. وهون بحب اشكر مع الوزير على دعمه لهيدا البرنامج والشراكة مع البنك الدولي. في أكثر من 100 متطوع اليوم كانوا عم بيشتغلوا على الأرض عم بيساعدوا الرياضيين ذوي الحاجات الاحتياجات الخاصة. هول من 6000 متطوع بلبنان عبر هيدا البرنامج اللي عم بيشتغلوا بالقرى وبالضياع، عم بيساعدوا المجتمعات المسنين اللي محتاجين ينموا إنماء على الأرض بلبنان. وأهم شيء أنه عم بيخلقوا هيدا روح المحبة والتعاطف بين الشباب. أكيد يعني بدي أسألكم يعني بعد السؤال الأخير، كيف شايفين تطور هيدا النهار يعني بيروت ماراثون؟ يعني كل يلي كانوا معي أكدوا أنه تطور رهيب، خاصة عدد المشاركين التنظيم. أنتم من ناحيتكم كيف شفتوه؟ بصراحة نحن مش أول سنة من بنشارك. أنا عم بسألك. مزبوط، بنشارك نحن وبيشاركوا أكيد متطوعينا كمان مع ذوي الاحتياجات الخاصة. ويعني الست ماي خليل كمان مشكورة على جهودها يلي على طول بتكفي خلال السنة، لأن نحن منتبعهم كمان بالتحضير لأنه على طول بنكون معنيين. كمان بدي هنيهم على هالتنظيم الرائع، وكل العالم كانت مرتاحة، ما حدا يعني انزعج من أي شيء. فميرسي كتير لبيروت ماراثون أسوسيشن. حضرتي أنا بالنسبة لإلي اليوم كتير يوم مهم، وشفت فرق كتير. أنا من 5 سنين شاركت ببيروت ماراثون وركضت 42 كيلومتر. حلو. نعم، وطلعت الثاني بالفئة العمرية اللي حلو. أنا فيها. فاليوم مرة واحدة ركضت ماراثون. نعم. بحياتي. نعم، وإن شاء الله سنة الجاي بنرجع بنركض. بس اليوم اللي شفته من ناحية التنظيم والعدة الكميات، و11 سبق عندكم، يعني هيدا شيء إنجاز هائل. ومنحيي ست ماي خليل والكل اللي اشتغل بتنظيم اليوم. أنا كمان بحييكم وبشكركم. ويعطيكم ألف عافية. الكل يعني كل يلي كانوا موجودين اليوم، كل واحد ساعد من الناحية اللي هو بيقدر يساعد فيها. وبرأيي كلنا نجحنا اليوم. النجاح يعني بالاتحاد قوة.
وكلهم كانوا متحدين لحتى ينجحوا. وبالفعل انا برايي هذا النهار كان رائع جدا، نهار وطني رياضي بامتياز وناجح. ما اذا بعد عندي شيء بتصور خلصنا، ما هيك خلصنا يعني. اول شيء بدي يعني شكرنا الكل، بس بدي ارجع اشكركم انتم يا شباب ال بي سي يلي اليوم اللي عملتوه مخيف، بالفعل مخيف جدا، شغل جبار عملتوه. ان كان المخرجين جوني ابي راشد، رويل طيف، جورج سعيد المنسق، وكل الكاميرامانية، كل يلي كانوا على الارض، الكاميرات يلي مشيت اكيد مع الرانرز طوال 42 كيلومتر بطريقة الفور جي عبر الانترنت، كل شيء كان حلو، كل شيء كان رائع جدا، الليفل كان عالي جدا اليوم. بدي اشكركم كثير، يعطيكم الف 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 عافية. فرجيتوا بيروت باحلى طريقة ممكنة، وهيدا دايما اللي بنسعى عليه نحن كال بي سي، نفرجي لبنان ونفرجي مدينته باحلى طريقة ممكنة، لانه بيروت حبيبي. الى اللقاء. Beep.